مشاهدينا حول العالم اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم افضل. عالم افضل لديه القدر الكافي من الوعي الصحي والتثقيفي والذي يساعده في معرفه كل ما هو جديد وحديث ومتطور في العلاجات الحديثه التي تقدم بشان بعض الامراض المتواطنه الحاده والمزمنه كبعض الامراض المتعلقه بالكبد والتي تؤثر على ادائه الوظيفي كالجديد في علاج فيروس سي والذي يتسبب احيانا باصابه الكبد بتليف كبدي او فشل كبدي او سرطان كبدي اذا ما هو تركيب الكبد وما هي الوظائف التي يقوم بها وما يحدث له من بعض الخلل وما هي بعض الأمراض التي تصيبه بشكل عام؟ ولكن تحديدا ما هو فيروس سي؟ ما هي طبيعته؟ ما هي طرق انتقاله وطرق الإصابة به؟ وأيضا ما هو التوزيع الجغرافي لانتشاره في مختلف دول العالم؟ ومن هم الأكثر عرضة للإصابة به؟ وما الأمور الخطيرة التي تنتج عن الإصابة بفيروس سي؟ ما هي مسبباته؟ ما هي أعراضه؟ ولماذا لا تظهر أي أعراض على بعض المرضى في بعض الأحيان؟ وأيضا ما هي طرق الفحص والتشخيص الحديثة؟ وما هي العلاجات الحديثة التي توصل إليها العلم حتى عام 2016؟ ولكن الأهم كيف نقي أنفسنا من التعرض للإصابة هذا الفيروس وهذا الوباء اللعين كيف نقي الاجيال القادمه من هذا الوباء واخيرا ماذا تقول كلمه الله عن بعض الفيروسات التي تصيب الحياه الروحيه هذا احبائي ما سوف نحاول تغطيته في هذا اللقاء مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناه الكرمه الاستاذ الدكتور زكريا بشره كبير اطباء وجراحين بكاليفورنيا اهلا وسهلا بيك دكتور اهلا بحضرتك يا اخت مرفت اهلا بيكي احنا سعداء ان حضرتك تكون معانا في موضوع بتحب تتكلم فيه عندك خلفيه كبيره ودرايه بيه لكن الاهم عندك احدث ما وصل اليه العلم من علاجات حديثه لسنه 2016 منتظرين نسمع من حضرتك الكثير بنعمه المسيح. امين، شكرا على التحيه وانا سعيد اكون مع حضرتك ومع مشاهدي قناه الكرمه. مره ثانيه اهلا وسهلا بي. اهلا بيك. احبائي سعداء ان احنا نتواصل معاكم وحتى نتعرف على فيروس سي وما هي طبيعه هذا المرض الخطير؟ والاهم كيف نقي انفسنا منه؟ ولكن قبل الدخول لجوهر موضوعنا تعالوا معا نستمتع بكلمات هذه الترنيمة. رفعين <applause> قلوبنا إليه. يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك الممدودة لنا بحياة رفعين قلوبنا إيديك يا فتح لنا باب الرحمة ندخل نقبل إيديك دلنا حياة ومن لناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجاه جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة، ما لناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترجاه، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاة يا أبلة متكلنا من غيرك انت يا حن يشدد املنا لحياة في ملء الرضا يا ابانا يا متكلنا من غيرك انت يا حن يشدد املنا لحياة في ملء الرضا الناس غيرك انت الهنا الحي بنترشا شيء ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاه، ما لناش غيرك أنت إلهنا الحي بنترشاه، جايين ناحية قلبك بابا الكل منحنا صلاه، أنت الإله اللي قلت لن يخسى منتظريه، منتظرة نفسي ورشاوت بالحمد لك والدعاء من منتظريه منتظره نفسي ورجوتي بالحمد لك والدعاء مالناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى شيء ناحيه قلبك بابا الكل بناحنا صباح مالناش غيرك انت الهنا الحي بنترجى شيء ناحيه قلبك بابا يا إلهنا محرر وحل من كل ربط الخطيه ومسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه يا إلهنا محرر وحل من كل ربط الخطيه ومسك ايدين اللي زل ولا تنساش اللي تاه بحب يا ابانا توبنا ليك وافض علينا بنعمه تخلي سوقنا اليك بحب الاله الناس غيرك انت الهنا الحي بنترجاك سيد ناحيه قلبك بابا الكل نحن احنا صلاه ما الناس غيرك انت الهنا الحي بنترجاك زين ناحية قلبك بابا الكل نحنا صلاة عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وش في المطروح وكل ما نصدق إنك شفاء عدي وسور اللي مل أو كل تحت المرض وش في المطروح وكل ما نصدق إنك شفاء إنت الحي هنا الحين ناحية قلبك ورا الكل بنحنا نحن صلاة من لاش غي لك إنت إلى هنا الحين ناحية شين عسل المحسن وسيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا عيد البسمة فوق الشفاء عسل المحسن وسيد منسوب الفرح له ده ما فيش غيرك يا البسمة فوق الشفاء ملناش غيرك انت الهنا الحي ابن ناحية قلبك بابا الكل من صلاة ما غيرك انت لنا الحي بنترجاك جايين 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 ما الناس غيرك انت لنا الحي بنترجاك جايين ناحية قلبك بابا الكل من صلاة نحنا <applause> الصباح أحبائي قبل ما نتعرف على الأمراض اللي بتصيب الكبد ومنها فيروس سي تعالوا في البداية نتعرف على تركيب الكبد وأهم الوظائف اللي بيقوم بيها في الجسم تفضل يا دكتور الحقيقة الكبد يمكن نقدر نقول عنه بعض المعلومات اللي تهمنا وأعتقد أحبائنا المشاهدين هيجدوا فيها يعني فايدة الكبد نقدر نقول عليه أنه أكبر عضو داخلي في جسم الانسان، يعني جسم الانسان فيه اعضاء داخلية كتير الكلى والرئتين والقلب والمخ، كل دي اعضاء داخلية لكن أكبر عضو داخلي من حيث الحجم والوزن هو الكبد. مش بس كده لكن هو أكبر غدة موجودة في جسم الانسان، يعتبر نقدر نقول عليه إنه غدة لأنه بيفرز وبيستقبل فنقدر نقول عليه إنه غدة أكبر غدة موجودة في جسم الانسان. ممكن نشوف الصورة الأولانية أو الشريحة الأولانية هتساعدنا نقدر ناخد فكرة مع المخرج الكبد مكانه موجود في الجزء الأعلى الأيمن من تجويف البطن ونفتكر دايما مكانه فين لأنه لما الواحد بيشعر بألم في الناحية اليمين من الأعلى تجويف البطن في الغالب إنه بيكون حاجة يعني تمت للكبد او للحاجات اللي حوالين الكبد والناحيه الثانيه فيها الطحال الناحيه اليمين نفتكرنا فيها الكبد والناحيه الثانيه فيها الطحال وعندنا كليتين الكليتين من من خلف الكبد والطحال يعني ناحيه الظهر دول الكليتين فالكبد زي ما قلنا هو اكبر عضو وزنه تقريبا حوالي 3.5 3 ارطال ونص 3 and half pounds أو كيلو ونص وده حجم أو وزن كبير نسبياً، وبيتركب من فصوص، في فصين كبار الفص الأيمن وده الكبير والفص الأيسر وده أصغر شوية، يبقى رايح ناحية الشمال، ناحية الطحال والبنكرياس، وفيه فصين تاني مش بيبانوا لو بصينا للكبد من الأمام لأنهم في الواقع هم تحت الكبد، تحت الـ 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 هذا العضو. يبقى بيتكون من اربع فصوص و الكبد من اهم الاعضاء الموجوده في جسم الانسان أدي فكره عن اهميه الكبد انه يمكن معظمنا بيسمع انه معظم الاعضاء اللي موجوده او اعضاء اخرى في جسم الانسان لما بتفشل في وظيفتها بنستعيد عنها بغسيل او بعضو صناعي يعني القلب مثلا في قلب صناعي ممكن يعيش المريض لفتره معينه الكلى ممكن نقدر نقول فيه غسيل او الواحد بيستمر عليه بيقعد سنين طويله وهكذا اعضاء كتير ما عدا الكبد ما عدا الكبد ما نقدرش نقول انه في كبد صناعي لغايه دلوقتي زي ما شايفين قدامنا الكبد هو العضو اللي لونه بني اللي في اعلى الشاشه اللي قدامنا من على الشمال الاحمر اللي تحته هي المعده وبعدين الامعاء ده لو بصين, من. لو بصين له من قدام فزي ما بنتكلم بنقول انه الكبد لا لا يستعاض عنه ما فيش كبد صناعي والحاجه التانية ما نقدرش ما ملوش تعويض الا انه يتزرع كبد جديد مكانه في ابحاث حاليا موجوده علشان يبقى فيه يعني نوع من التعويض الصناعي لوظائف الكبد لغايه ما المريض يقدر نقدر نعمله زراعه لكبد جديد ده دي يدينا فكره عن اهميته، ما الانسان يعيش من غير كبد، لكن يقدر يعيش من غير الكلى على الغسيل. نرجع للوظائف بتاعه الكبد وايه اهميته؟ يعني الباحثين يقولوا لنا انه الكبد ليه حوالي 500 وظيفه. ما فيش اي عضو في جسم الانسان ليه 500 وظيفه. طبعا وظائف متنوعه والوظائف بتاعته ليه وظائف في الكبد الكبد مختص بيها فقط هو بيؤدي الوظائف دي لكن ليه جزء كبير من الوظائف بالارتباط مع كل اجهزه مع كل اجزاء الجسم بحكم وجوده في تجويف البطن فطبعا وظائفه بت بالاخص بتكون مع الجهاز الهضمي يعتبر هو غده من غدد الجهاز الهضمي من اهم وظائف الكبد اللي احنا يعني نعرفها اولا انه مصنع الكبد ده عباره عن مصنع بيصنع حاجات بنحتاج لها، مثلا السكريات والوظائف بتاعته بتتناول السكريات او الكربوهيدرات وبتاخد والبروتينات والدهون، يعني بيتعامل مع كل المواد الغذائيه الموجوده. اللي بيحصل ان احنا بعد يعني بنتناول الطعام وبيعدي في المعده يوصل للامعاء الدقيقه من الأمعاء الدقيقة بتطلع شعيرات وريدية بتتجمع كلها وبتكون وريد كبير بيوصل العصارة بتاعة المواد الغذائية بتروح على الكبد، يعني لازم تعدي على الكبد نسميه بورتال فين. الكبد بقى بيستقبل بي بي كل هذه العصارة وابتدي عملية مصنع تشكيل وتخزين في كل ما يختص بالمواد الغذائية. السكريات مثلا ياخد السكر يلاقي السكر عندنا كتير يخزنه في صوره اخرى تبقى موجوده في الكبد لغايه ما يجي ينقص السكر او يحتاج الجسم الى سكر يحول الماده دي المختزنه الى سكر تاني او جلوكوز سكر الجلوكوز ويفرزها في الدم عشان يحفظ التركيز بتاع السكر في الدم ثابت ايضا بالنسبه للبروتينات هو مصنع بيصنع البروتينات اهم بروتين في الدم او في البلازما بتاعه الدم اللي هو الالبومين اللي بيتصنع في الليفر الليفر هو اللي بيصنع او الكبد هو اللي بيصنع الالبومين وده من الحاجات المهمه جدا اللي بتحفظ الضغط الأزموزي اللي موجود في كل خلايا وفي كل السوائل المحيطه في الجسم ايضا الكبد بيصنع هرمونات وانزيمات وبيصنع مواد اللي بتتحكم في تجلط وفي سيوله الدم هو المصنع الاساسي الكبد بيصنع لنا هذه العوامل اللي بتحكم سيوله وتجلط الدم كلها بتطلع من الكبد وهو اللي بيصنع الكوليسترول بياخد الدهنيات او الفاتي اسيدز وبيصنع لنا منها الكوليسترول والجسم محتاج الكوليسترول احنا دايما نقول جيد. الكوليسترول عالي و... Yeah. ونقول الواحد يتحكم بالاكل و لكن الاكل بيتحكم في الكوليسترول اللي احنا بنستقبله من بره لكن في كوليسترول بيتصنع الجسم في مصنع كوليسترول عشان كده مرضى يقول انا مش باكل حاجه ده الكوليسترول بتاعي عالي لانه في خلل في المصنع اللي موجود عندنا ومعظم الادويه بتاعه الكوليسترول على فكره بتشتغل على الكبد او بتشتغل على المصنع اللي موجود اللي بيصنع الكوليسترول. فزي ما احنا شايفين ان هو بيصنع، الحاجة التانية المهمة انه بيكسر مش بس بيصنع في حاجات بيكسرها. المواد الضارة، يعني في اولا حاجات مهمة الادوية مثلا اللي بناخدها. معظم الادوية اللي بناخدها بناخدها في صورة تحتاج انها تمر على الكبد عشان يكسرها العناصر العناصر الفعالة بتاعة الادوية اللي احنا بنحتاج لها. مش بس كده انه في ادويه ضاره او في سموم بتتكون بعد كده الكبد هو اللي بيحولها بحيث انه الجسم يقدر انه يتخلص منها اقول كلمه على الادويه لانه دي كلمه مهمه على اللي بيحصل في الكبد الكبد بيفقد وظيفته يعني احنا بناخد مثلا جرعه معينه من دواء معين الكبد بيكسر الجرعه اللي احنا بناخدها للمكونات المكونات الفعاله اللي هي بتاثر على ضغط الدم او او الى غيره لكن مع التقدم في السن بيفقد الكبد جزء من هذه الوظيفه وبالتالي اذا خدنا نفس الجرعه اللي بياخدها شاب سنه 30 سنه وديناها لشخص مسن سنه 70 سنه لانه قدره الكبد على تكسير هذه الادويه بتقل فبالتالي بيبقى مستواها عالي وبالتالي بيبقى في خطر. على فواتير نقول دايما ان الكبار نديهم جرعه اقل شويه ليه هم. لان الكبد اللي دي واحده من وظايفه مش بيؤدي الوظيفه بتاعته كما ينبغي الكبد بيصنع السائل المرار السائل المراري او الصفره اللي بنقول عليها في غدد في بالظبط في غدد في الكبد بت وخلايا في الكبد بتصنع هذه الماده <applause> المادة الصفرة أو السائل المراري وده بيتجمع بينزل بي بي عبارة عن قناة كل الشعيرات دي بتصب في قناة بتروح على الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة اللي بنسميه الديودنم <applause> ففي القناة المرارية اللي بتاخد السائل المراري وتوديه هناك الزيادة أو الزائد بيدخل على الحويصل المرارية م. اللي بتتكون فيها الحصاوة وإلى الآخرون عليها المرارة عنده حصاوة في المرارة ده نتيجة ترسيب بيحصل في السائل المراري إيه هميته؟ إيه أهميته؟ إيه فائدته؟ طبعاً ليه فائدة الكبد لما بيفرز هذا السائل السائل لما بينزل في الأمعاء بيختلط مع الدهون <applause> وبيساعد على تكسير الدهون عشان تبقى الدهون يقدر الجسم ان هو يمتص ويعمل التمثيل الغذائي للدهون فبنشوف انه الكبد بيتحكم في التمثيل الغذائي كل العمليات التمثيل الغذائي لازم انه الكبد يكون له دور فيها إنه مخزن، إنه بيساعد الجسم على التخلص، بيكسر الحاجات اللي بناخدها إلى المواد الفعالة اللي بنحتاج لها بالنسبة للجسم، بيصنع هرمونات، وبيصنع إنزيمات، وبيصنع فيتامينات، مصنع للفيتامينات، وأيضاً بيصنع السائل المراري اللي هو جزء هام في الحفظ بتاع تكسير الدهون. نقول برضو عنه عنه كلمه انه في خلايا معينه بتكسر خلايا الدم، خلايا الدم الحمراء بعد ما لها عمر افتراضي، زي ما اي واحد ليه عمر افتراضي، العمر الافتراضي الخلايا الدم الحمراء حوالي 120 يوم، بعد نهايتها بتعجز فبيكسرها الكبد، ولما بيكسرها الكبد بي بي بيقدر انه يكسرها للعناصر بتاعتها وبتفرز برضه بكيفيه معينه وبيحتفظ بجزء من الحديد اللي موجود فيها. الخلايا الدم الحرام مهم الحديد يكون موجود فيها، بيحتفظ بجزء من الحديد بيتكون في الكبد، وفي بعض المرضى بيبقى عندهم خلل وراثي بيزيد نسبه الحديد اللي موجود في في الكبد وده بياثر على وظائف الكبد ومن ضمن الامراض بتاعه الكبد. يعني دي يمكن بصفها بنظرة عامة على الوظائف المهمة اللي بيوديها هذا العضو وزي ما قلت انه ما فيش بديل ما لوش بديل يعني من في ابحاث حاليا على حاجه زي غسيل الكبد زي اللي بنعمله لغسيل الكلى لسه في يعني طور الابحاث وحاجات يعني وقتيه لوقت بسيط جدا لكن ما يقدرش مريض يعيش على غسيل الكبد زي ما بيقدر يعيش المريض على غسيل الكلى والبديل الوحيد لو الكبد فشل تماما البديل الوحيد هو استعاده او زرع او زرع الكبد, الكبد. او زرع الكبد yeah. الكبد أنا يعني بشكر ربنا لأن حضرتك قلته باستفاضة إيه الوظائف اللي بس بيقوم بها الكبد كمصنع أو كمنتج لبعض العناصر يمكن ده ينبهنا قوي انه الرب عمل او او صنع او خلق اجزاء هامه جدا جدا في تكوين الانسان واحيانا بشكل او باخر اهملنا في التعامل مع النعمه اللي الرب اداها اللي هي اجسادنا بنسيء لانفسنا وبالتالي زي ما حضرتك قلت النتائج بتبقى غير مرجوه الكبد عضو مهم جدا حضرتك قلت ماشي في منتهى الدقة وبيقوم بكل المهام الرائعة دي إلا في حالات إذا كان فيها عيب خلقي أو إذا كان فيها عامل وراثي ولكن ماشي بكفاءة عالية طبعا. ماذا يحدث للكبد يؤثر على أدائه الوظيفي العالي ده؟ طبعا في أمراض للكبد بيصاب بها في بعض الأمراض وراثية أو متوارثة من بتظهر في الاطفال وبتظهر احيانا في الكبار وفي امراض بيكون سببها التعرض للالتهابات معينه الالتهابات الكبديه والالتهابات الكبديه فيها انواع متعدده يعني التهابات نتيجه الفيروسات هنتكلم عنها باستفاضه والتهابات بتكون نتيجه مواد سامه التهابات بتكون نتيجه كيماويات موجوده في الدم دي كلها ممكن تعمل التهاب في الكبد نقدر نقول عليه الكبد ملتهب ويمكن من الحاجات المعروفه اللي بتعمل التهاب في الكبد وبتتمادى بعد كده لغايه ما يفشل الكبد الكحول الشرب م -م. الـ الـ الخمور أه. من الحاجات المعروفة جدا أنه شرب المشروبات الكحولية بكثرة بيسبب ده كاتيجوري خاص يعني 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 عائله خاصه من امراض الكبد بنسميها الكحول ليفر يعني ده نتيجة. بيشمل حاجات كتير من ضمنها التهاب التهاب الكبد وبعد بعد كده التليف والواو الاخر اللي هي اللي من الامراض بتاعه الكبد طبعا سرطان الكبد وده من الحاجات اللي بنشوفها بتنتشر في الايام دي وليه مسببات كتير الحقيقه والكبد من بسبب ان الكبد مرتبط بكل اجزاء الجسم تقريبا ففيه نوعين من السرطان في سرطان بينشا في الكبد اولي يكون في الكبد وده اللي بنشوفه يمكن في التهابات الالتهابات الفيروسيه و التليف الكبدي بتاع الكحول والحاجات اللي زي كده لكن الكبد لانه بيستقبل الدم من معظم اجزاء الجسم فهو هدف ايضا نعم. انه اي ورم سرطاني في اولي في اي جزء من اجزاء الجسم خاصه في تجويف البطن وده اكبر تجويف موجود بيبعت ينتقل على طول من خلاله للكبد بالظبط يبعث خلايا سرطانية للكبد وده بنشوفه احيانا بنكتشف الخلايا السرطانية السنوية في الكبد قبل ما نعرف الورم الأولي فين وده بيخلينا ندور نشوف المريض ده عنده فين السرطان الأولي الكبد يعني وكأن اصابه الكبد بتشير انه في مصدر ثاني جاي من بزرق. خلال الخلايا السرطانيه بزرق. بنبدا نبحث حوالين بزرق. الكبد جاي اي مصدر بزرق. هو اللي صدر للخلايا السرطانيه بزرق. طبعا ده غير السرطان الاولي اللي بينشا في الكبد, الكبد نفسه ده ده وضع مختلف ف فالك... طب اسمح لي يا دكتور فردني. معلش يعني استوقفك هنا بيبان وفي التشخيص بيتعرف انه هذا الك... ال... 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 السرطان مصدره الكبد وليس مصادر اخرى طبعا طبعا لس... في عده اسباب يعني يعني ال... ال... اللي بيوجه باستمرار نظرنا انه نعرف انه في مشكله في الكبد على فكره ما هوش الالم يعني مش يعني زي يعني اي مش لازم يصدر التانية. الم نقول يعني. إن الكبد مزمن او الكبد واحد شعر بالم مم. معظم الالم اللي بيكون في الجزء الـ 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 اليمين من البطن التجويف الأعلى بيكون مراره بيكون حاجات ثانيه يعني. لكن الكبد في معظم الاحيان يا يعني اما بنشوف المضاعفات بتاعه الاصابه الامراض اللي فيه نعم. أو او بيكتشف بالصدفه يعني مم. شخص يكون رايح عشان يعمل فحص أو, او او متابعه دوريه او متابعه دوريه او اشعه مقطعيه او, أو اشعه على تجويف صوتية البطن بالزبط. لاي سبب اخر ويكتشف في, في حاجه يعني. موجوده في في الكبد وطبعا ملاحظه الخلل في الانزيمات يعني. وظائف الكبد أخره فالحقيقه بنقدر ان احنا نميز في معظم الاحيان بين اذا كان ده ورم اولي أو, او اذا كان الورم الاورام الثانويه السا... عاده بتبقى متناثره بيبقى اكتر من مكان زي بقع كتير في الكبد <applause> ده من طبيعه ال... ال... الخلايا اللي بتبقى جايه زي زي شاور جاي على الكبد من مكان اخر فبيتنقط وتنطر في كل حته من اجزاء الكبد فنعرف على طول انه ده جايه من بره جايه من مكان ثاني <م standardized> دي حاجات ثانوي اما اورام الكبد الاوليه غالبا بتكون محدده واحد او اثنين او ثلاثه بتكون حاجات محدده <في> وطبعا التحليل الباثولوجي لما بتاخد عينه منها وتتحط تحت بنقدر نعرف ايه هو ده نوعه ايه وده يم يمت لاي جزء من اجزاء من الجسم. الجسم او من اي عضو من اعضاء الجسم. قولون <applause> <applause> بروستاتا اي مكان اخر يعني. بالظبط فطبعا دي الحقيقه يمكن الـ 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 الامراض دي لما بتش بتصيب الكبد آه ممكن تؤدي الى اولا خلل في وظائف الكبد كل اللي مم. احنا قلناه ده الوظائف المهمه دي بيحصل فيها اختلال في وظائف الكبد. مم. وبيأثر على كل أجزاء الجسم، الخلل ال 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 الكبد مثلا بيخلص الجسم من الأمونيا، في أمونيا يا. دي حاجة. ده مادة سامة نعم السامة بالظبط، فبيخلص الجسم ال ال من الأمونيا بيحولها برضو ده المصنع الكيماوي ده بيحولها إلى مادة ثانية بتفرز مع البول. <applause> ففي حالة فشل الكبد أو عدم قدرة الكبد الأمونيا دي بتزيد في الدم ودي لها مقياس بنقدر نقيسها معدل معين بالظبط عند معدل معين ومن اخطر الحاجات اللي بتسببها الامونيا لما ترتفع بتسبب المخ بتاثر يعني. على المخ نفسه بحيث انه ممكن المريض يدخل في غيبوبه كبديه يعني. غيبوبه كبديه يبقى عندهم الـ الـ يعني المراحل اللي دخلوا في الغيبوبه الكبديه طبعا ممكن الوظائف الكبد لما بيفقد وظائفه زي ما قلنا ان هو متحكم في دوره في دورتين دمويتين للكبد في الدوره الدمويه الرئيسيه وفي دوره بابيه بنقول الدوره البابيه. نعم. الدوره البابيه دي اللي بتوصله بالامعاء فلو حصل انه ارتفع ضغط الدم نتيجه تليف الكبد او نتيجه فقدان الـ الـ الوظائف بتاعه الكبد بيرتفع الضغط الضغط في الدوره الدمويه البابيه مم. وده بيأثر على انه يبقى فيه استسقى في استسقاء في ده, ده بقى مراحل الفشل الكبدي المريض يبقى عنده استسقاء او ميه في التجويف البط البطن المريض بيبقى عنده نتوءات او برد أو, برد أو, برد او تمدد في الاورده مم. الموجوده في المريء في اسفل المريء وده ممكن تنفجر <applause> تعمل لهم نزيف <applause> أحيانا بيكون حاد قاتل وبيحصل تمدد في وبيحصل طبعا ورم تورم في الرجل في الرجلين ورم في أجزاء الجسم ده اللي, اللي بنقول عليه الفشل الكلوي مراحل الفشل الكلوي سوري <applause> <applause> الفشل الكبدي وده و بيورينا ازاي انه 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 هذا العضو على درجة عظيمة جدا من الأهمية طبعا ده حتى بدون وجود لا سرطان ولا ورم بس خلل في وظائف الكبد. اي خلل بسيط بيؤثر على جوانب كتير واعضاء كتير في كأكيد. جسم الانسان وليها تاثير واضح قاتل على قاتل على قاتل. اي طبعا. انسان نقدر نقول هو مصاب بخلل يمكن طفيف في الكبد. لكن اسمح لي دكتور لو رجعنا شويه لفكره سرطان الكبد وقلنا لو هو مصدره الكبد نفسه وهو بيصاب فص او جزء من اجزاء الكبد بالسرطان هل يمكن استئصالها وهل لو استؤصل اي جزء من الكبد، هل الكبد بيرجع لوضعه الطبيعي؟ هل بينمو؟ احنا قلنا انه ما نقدرش نتعامل معاه زي ما بنتعامل مع الكلى. ما بنقدرش ان احنا ده حاجه ليه حاله خاصه، ولكن هل يمكن دي حاجه فيها يعني شيء من الامل انه الجسم ده لما بيستاصل منه اجزاء، هل بيرجع ينمو ياخد وضعه الطبيعي؟ آه mm. هو الكبد من الاعضاء اللي تقدر انها تجدد نفسها yeah. وده قليل مش مش في كل مش مش موجود في باقي اعضاء الجسم. Yeah, شكرا يا رب يعني آه. في شيء مشجع <مم> والحقيقه الموضوع ده يا اخت مهم ل... لسببين. نعم مهم ل... اولا انه لو حصل انه مريض عنده جزء مثلا في ورم او في سرطان او في جزء هيستأصل من فشل. الكبد. في تليف. بالظبط يقدر يعيش بالجزء الباقي يقدر يعيش بالجزء الباقي يعني لو اتشال جزء من الكبد يقدر يعيش بالجزء الباقي ده اول اول خبر يعني م -م. مطمئن. مشجع الحاجه الثانيه في زرع الكبد انه في نوعين من زرع الكبد م -م. في زرع للكبد انه لما يكون الكبد يعني ما عادش فيه علاج كله مناسب لازم كله يتشال فشل كامل فالمريض قدامه زمان كان قدامنا حل او يعني في المعتاد انه بينتظر لما حد يكون يعني مات فجاه او حصل عن بريندس زي ما بنقول على اي واحد يعني هو اعضائه كلها شغاله لكن حصل انه المخ مات وبالتالي ما فيش امل انه الشخص ده هيعيش فده يكون متبرع بالاعضاء بتاعته ياخدوا الكبد ينقلوه يزرعوه في المريض ده ابتدوا بعد كده نتيجة ندرة ال ال الحالات اللي زي كده وفي ناس كتير عندها فشل كبدي ومنتظرة الزرع فابتدينا نفكر النهارده ان احنا ليه ما ناخدش جزء من كبد شخص سليم طالما انه في توافق عشان كده نفس المبدأ اللي احنا قلناه انه الكبد ممكن يجدد نفسه أو ممكن نا يـ نا يـ 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 خلايا يتمدد بتاعته قابله للنمو بالظبط بالظبط وده ماشي النهارده بقى يعني حالات كتير بيبقى المتبرع طالما انه في ماتشنج زي الكلى وزي الحاجات التانيه اللي بنعمل فيها من بناخد جزء من الكبد من الشخص السليم وهو الجزء ده اللي يتزرع في الشخص اللي الكبد بتاعه فشل وتشال وده ينمو وده ينمو يعني, يعني المتبرع الكبد بتاعه بينمو واللي خد الشخص الجزء الشخص اللي أخد الجزء كمان يعني شكرًا يا رب بينمو آه وبيقدر يعيش ونعرف يعني حالات انه الناس اتبرعوا لبعض من سنين 10 من سنين واكثر والاثنين عايشين يعني 100% حياه طبيعيه اللي خدوا منه جزء واللي خد الجزء ده هم الاثنين عايشين حياه طبيعيه شكراً نعمة, الحقيقة. نعمة, نعمه كبيره احنا قلنا ان هو مهامه كبيره قلنا وظايفه صعبه لكن اي خلل طفيف يصيب يعني اجزاء كبيره في الجسم ويؤثر على امور كثيره ولكن كنت عارفه ان هيجي وقت نتكلم عن زرع الكبد وإمتى نت يعني نعمل كده لكن حبيت كده في بدايه الحلقه يا. اقول يعني في امل وفي شيء رائع طبعا لا. انه اللي حتى الشخص م. اللي هو النهارده في مرحله الفشل او في مرحله م. نقدر نقول التليف وهيستأصل جزء من الكبد او عنده جزء هو يقدر يعيش بالجزء بسارة. لكن كمان حتى اللي بيتنقل له الجزء اللي, اللي هو المتبرع اداهوله الجزء بينمو بسارة. مع الشخص ده وبيقوم بكل الكفاءات الوظائف الكبد كامله. ودي يمكن حاجه ف... تشجع احبائنا المشاهدين لو نعرف حد ونقدر نكون ماتش بالنسبه له ونقدر نتبرع له جزء من الكبد يعني احب اطمن احبائي المشاهدين أن yeah. الكبد الجزء المتبقي بعد اللي هنتبرع بيه ربنا بيبارك فيه yeah. وهيكبر يبقى زي الكبد الطبيعي. وبيقوم بنفس الدور بكل الدور بشكل كامل جدا. ودي أزول. مش ده كلام علمي طبي بحت بيؤكد المعلومه دي حبيت اقولها حتى يبقى في شيء من التشجيع دكتور خليني ارجع اقول هل برضه حضرتك بتشوف ان في امراض اخرى بتؤثر على الكبد وتصيبه ببعض المشاكل اللي ما بنقدرش يعني نسيطر عليها قلنا اولا الـ 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 الشرب يا الـ الـ الكحوليات الكحوليات ودي الحقيقه من اخطر الحاجات يعني امين في اسم يسوع يعني. انا يعني, يعني يكون الكلام ده رايح لناس يمكن هو الكبد بتاعه رائع وماشيه الدنيا كويسه خالص معاه ولكن في مراحل ان هو بي يعني مدمن للكحوليات او بلاش مدمن بيستخدمها بافراط بزرق. خلينا نقول من فضلك لازم يكون في كنترول على بزرق. الامور دي لانك بزرق. بتؤدي بنفسك للتهلكه بس، طبعا ال الكحول معروف ان هو بيحطم الكبد وده حاجه يعني علميا زي زي التدخين بيحطم الرئه <applause> والتدخين بيحطم الكبد برضو على فكره يعني فلكن الشيء المعروف انه الـ الـ الشرب المشروبات الكحوليه او ادمان الكحوليات ده بكل تاكيد هيوصل لمرحله انه هيفقد الكبد وظائف الكبد بعض الادويه استعمال بعض الادويه يمكن في حاجات بنستعملها كتير واوفر ذا شيل زي التايلينول مهمه مثلاً. يا دكتور التايلينول مثلا من ضمن الحاجات التايلينول نعرف دلوقتي مع انه يمكن البعض بيعتقد انه ده يعني ما هوش حاجه بروشيتا ما هوش ما هوش بريسكربشن وموجود في اي حته فالواحد ياخد اللي هو عايزه منه عشان يخفف في اي جرعات طبعا الكلام ده علميا خطير لانه في جرعات معينه المفروض أن الإنسان لا يتجاوز في تقديري أنا 3 جرام في اليوم من استعمال التايلينور وما يستعملوش لفترة طويلة طبعا أحبانا اللي بيكون عندهم المفاصل ألم في المفاصل ألم في الظهر وبيساعد معهم التايلينور لكن لازم يكون في تحذير لازم نكون عارفين ونعرف انه في ناس بتنتحر بالتايلينور، طبعا دي حاجه مشهوره. انه في ناس بتاخذ بت, بت بتاخد كميه كبيره من التايلينور وبيموتوا بسبب فشل الكبد الحاد لا. فده بقى يمكن برضو في ادويه ثانيه بتبقى مضره بالكبد مهم انه الشخص يكون واعي لهذه الامراض ويتحاشى خاصه لو هو عنده سبب ثاني او مرض ثاني للكبد يمكن لما نيجي نتكلم عن التهاب الفيروسي <applause> اللي عنده التهاب فيروسي ده كافي انه يحطم الكبد فلما يشرب كمان زياده او لما يتهاون في يعني انه يستعمل ادويه الـ الـ السامه للكبد وبيبقى احنا بنزود بيسارع بالظبط انه ينهي على الكبد خالص الكبد فدي حاجات مهمه جدا وعشان كده يمكن مهم جدا 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 ان احنا نكون عارفين الحاجات دي لان دي اللي بنقدر نحافظ بيها على الكبد ونحافظ بيها على وظائفه حاجات في ايدينا نعملها في حاجات ما نقدرش نعملها لكن في حاجات نقدر نعملها نخلي بالنا من الادويه نخلي بالنا من الشرب نخلي بالنا من التدخين دي حاجات احنا في ايدينا ان احنا نعملها لكن دكتور حضرتك في سياق كلامك كمان اشرت على كبار السن وانه كفاءه الكبد مع تقدم طبعاً. السن بتقل طبعاً. وفي الوقت نفسه انه الناس الكبار بياخدوا يعني كميات من الادويه خلينا نقول بس يمكن بس مش بجرعات عاليه ولكن النهارده ازاي برضو ترشيد او تعامل بشكل يعني سليم مع الادويه بالذات في السن المتقدم. هو في بعض الادويه الحقيقه بنقدر نعمل لها يعني دراج ليفل او بلاد ليفل. نقدر نعرف نسبه الدواء او الكيميكال في الدم قد والجرعه اللي معروفه اللي بنديها لهم. وطبعا نتيجه نتيجه ان احنا فاهمين انه الاله اللي بتتحكم في تكسير الادويه دي بتعجز مع الشخص نفسه وبالتالي من الحكمه انه احنا ما نديش الجرعات العاليه لكن ندي جرعات اقل طالما انه التاثير بتاعها موجود لانه لو زادت هتبقى طبعا تعلى النسبه في الدم قدره الكبد على انه يكسرها طبعا اقل من السن المتق... المبكر وبالتالي بتبقى عباره عن سموم بدل ما هي ادويه تعالج تبقى سموم ممكن لها اعراض جانبيه طيب خلينا دكتور بقى نروح على مرحله ثانيه هي الالتهابات بقى التهابات الكبد الفيروسيه ايه هي وايه انواعها كمان؟ الحقيقه التهاب الكبد الفيروسي من من اهم الحاجات اللي احنا بنتعامل معاها النهارده يعني آه. من ومن اخطر الحاجات على مستوى العالم يعني الفيروسات اللي بت بتهاجم الكبد من زمان كنا عارفين انه في فيروس اي نعم. وفي فيروس بي ولغايه يمكن التسعينات او نهايه الثمانينات ما كناش نعرف اكتر من كده هو فيروس ايه وفيروس بي وفيروس ايه ده حكايته بسيطه لان ده بيجي من الاكل ومن الشرب الحاجات الملوثه اكل ملوث او شرب او ميه ملوثه بيجي فيروس ايه ومعظم الناس بيجي لها فيروس ايه وبيجي باعراض يمكن اشد شويه من الحاجات التانية المرحله الحاده اصفرار وتغيير في لون البول ويمكن ارتفاع في درجه الحراره وكده ده فيروس ايه اللي بيبقى موجود من الاكل وده يمكن علاجه عباره بنعالج الاعراض ما فيش لانه يعني بيجي في المرحله الحاده وبينتهي وخلص على كده ما فيش مش بيسيب اعراض الا في حالات نادره جدا بيحصل فيها هبوط حاد في وظائف الكبد اثناء الاصابه الفيروسيه وده حالات نادره جدا لكن في المعتاد الفيروس ده بيجي يعلم وينتهي وما فيش مشكله بينتهي الدكتور و... آه... وبتنتهي كل اثاره بالظبط مش بيسيب اثار, أثار مزمنه يعني. مش بيسيب اثار مزمنه والحاجه الثانيه الكويسه انه ليه مصل النهارده وليه لقاح فيروس ايه يعني واحد مثلا مسافر رايح بلاد في منتشر فيها الحاجات دي أه بيتحصن شايف انه في مكان منتشر الفيروس ايه مدارس وحاجات عاده بيبقى في المدارس في الكافيتريات يعني الحاجات دي الاماكن المزدحمه قوي بالظبط ففيه مصل بيتاخد وبيبقى كافي انه يقي الشخص لكن الحاجه المهمه انه مالوش طور مزمن زي الفيروس بي وفيروس سي فيروس بي عرفناه بعد كده بسبب التعرض للدم الملوث تعرض للدم الملوث بالظبط نقل الدم الملوث والتعرض لسوائل الجسم الملوثه والحقن بحقن ملوثه اسمح لي دكتور دم ملوث بمعنى حامل العدوى دي حامل الفيروس حامل الفيروس yeah. يعني فابتدينا نعرف عن الفيروس بي وبرده من الحاجات الخطيره فيروس بي لانه بي المرحله الحاده بتاعته او الاصابه في البدايه منها شعرات بعد كده بيؤدي الى المرحله المزمنه وبيدخل ومن اكبر الحاجات برضه اللي بتسبب تليف الكبد وفشل الكبد والاصابه بسرطان الكبد. لكن في في نهايه الثمانينات او في قبل نهايه الثمانينات كان لقينا انه في بعض المرضى عندهم نفس الاعراض اللي هي بتاعه فيروس بي لكن لا هم فيروس بي ولا فيروس اي مش قادرين نطلع نحسن الموقف يا مش مش قادرين نشخص يا. انه ده فيروس اي من الدم طبعا تحاليل الدم ولا فيروس بي فال يعني العلماء ارتاحوا يقولوا نان اي نان بي يعني لا هو ايه ولا ده هو ده, ولهو ده. هو يعني كده لكن هو ايه ما, ما نعرفش غير معروف الهويه غير معروف الهويه لغايه التسعينات يمكن في نهايه الثمانينات وبداية ابتدينا نعرف انه لا ده حاجه ثانيه ده نوع ثاني مختلف اللي هو فيروس سي وفيروس سي ليه مميزات بتختلف عن فيروس بي الحقيقه ومن ساعه ما تعرف انه هو ده هو احنا هو كان موجود قلنا انه نان اي نان بي <applause> لكن دلوقتي بقى له اسم بقى له فيروس بقى له هويه مشكله طبيه عالميه مشكله عالميه في الصحه العامه مشكله في الصحه العامه ليه؟ لانه بيتنقل بيتنقل م. ومش المريض يمكن يقعد سنين ما يشعرش بيه إلا يعني يتشخص يقعد عايش حياته عاديه الى ان يفاجأ انه دخل في مرحله تليف الكبد وفشل الكبد طبعا احنا يعني الموضوع ده ليه شجن عندنا لانه يعني بلدنا في مصر اكبر بلد في العالم فيها فيروس سي الفيروس سي النهارده على مستوى العالم عندنا بين 150 و200 مليون شخص في العالم مصابين بفيروس سي. ونسبة نسبة الإصابة على مستوى العالم حوالي 3% من السكان، تقريبًا 3% من سكان، 2-3% من سكان العالم مصابين بفيروس سي. لما نقارن ده بالوضع في مصر 22%، يعني, يعني كل 100 شخص في مصر 22 واحد فيهم مصابين بفيروس سي. دي الحياه طبعا شيء عجيب, رهيبة. يعني شيء عجيب يعني شيء عجيب يعني احنا عارفين انه في بعض الـ الـ المجموعات الـ الـ في اي شعب بيبقوا معرضين أكثر انهم يصابوا بفيروس سي نتيجه ممارسات في حياتهم وامور هنتكلم عنها لكن ما فيش اي مجموعه عندها النسبه بتوصل للم... لل... للكلام اللي موجود في مصر والشيء الثاني انه المنوع اللي موجود في مصر عندنا في بلدنا يختلف عن الانواع الثانيه ابتدينا نفهم أكثر عن فيروس احنا عرفنا انه في فيروس A وB وفي C وفي D وفي F وفي G كذا نوع كثار الحقيقه C في حد ذاته لوحده لقينا انه في ست انواع نقول عليهم C1 C2 3 4 5 6 دي الانواع اللي درست لغايه النهارده اللي واللي تم التعرف عليها اللي تم التعرف عليها ومهم الكلام ده ليه؟ لانه بي بيفرق في العلاج مع العلاج مش كلهم زي بعض لغايه دلوقتي العلاجات المتاحه مش بتقدر تعالج الكل بنفس الكيفيه. ابتدينا نفكر طب الناس بتصاب بيه ازاي؟ يعني ازاي الشخص بيصاب بي بالفيروسات دي فيروس سي لكن اسمح لي دكتور يمكن يعني عايزه قبل ما نقول طرق الاصابه بيه او طرق نقل العدوى او ازاي هو بيتم كده حضرتك بتشوف هل في من يعني فيروس بي هل بيقود للاصابه بسي ولا يعني مم. لا هو فيروس بي فيروس بي لا يقود للاصابه بسي ملوش علاقه لكن الحاجه المهمه ودي حاجه انا يعني ذكرت يمكن فيروس ايه انه ليه مصل yeah. تطعيم فيروس بي نشكر ربنا انه ليه تطعيم يعني ايه نعم. يعني لو شخص ما عندوش الفيروس بي وفي ناس كتير الاطفال مثلا كلهم بعد الولاده على طول هنا في الولايات المتحده yeah, يعني على طول ياخدوا تطعيم فيروس فوراً. بي كل ما كل طفل مولود نعم واللي بيشتغلوا في المجال الطبي المعرضين انهم يحصل عندهم يتشكوا من الابر وحاجات زي كده او من الاجهزه الطبيه ده مجال اكتر مجال يعني من المجالات اللي بينتقل فيروس بي عن طريق من خلال الاتصال الجنسي yeah. العلاقات الجنسيه mm -hmm. والخلال من الناس اللي بيتعاطوا مخدرات مخدرات عن طريق الحقن yeah. الناس اللي بيعملوا بيرسينج اللي بيخرموا اللي بيعملوا آه وشم على وشم جسمهم بالضبط وتخريم الجسم والمناخير والودن والشفة والحاجات اللي زي كده طبعا الحاجات دي كلها ما كانتش تحت يعني رقابة طبية صارمة وتعقيم اه وده مش موجود بكل أسف بيكون بسهولة جدا بيتنقل المرض من شخص للتاني عن طريق المريض بيجد نفسه أنه مصاب بي العلاقة بين بي وسي نقول النهاردة لو عرفنا ان شخص ما عنده فيروس سي نجري بسرعة عشان نديله التحصين عشان نحصنه لا يزود على سير انه يجيله فيروس بي اشكرك وتبعت... عشان قلت كده آه. يعني الانسان اللي عنده فيروس سي هو عرضه جدا انه طبعاً. كمان ياخد بي وفي الحاله دي مأساة كبيرة انه طبعاً. يجمع بين اتنين فيروس كل واحد فيهم بس كفيل بس بس بانه هو فاتح. يعني فاتح. يدمر الكبد يعني يعني. وبالتالي كل اللي عنده سي بنقول له مهم جدا انك تكون محصن ضد فيروس بي و طبعا في حاجات تانية في المرض الايدز من الـ AIDS. الحاجات مثلا yeah. انه يعني بينه وبين فيروس سي نوع من التآخي yeah. المريض اللي بي لانه طرق الاصابه في فيروس بفيروس بفيروس سي وهي على الاخص التعاطي المخدرات عن طريق الحق ده نفس الوسيله اللي بيصاب بها المريض بمرض الايدز او الاتش اي في وبالتالي كتير جدا من من المرضى اللي بنشوفهم اللي عندنا في المستشفيات بيبقى عندهم الاثنين بيبقى عنده اتش اي في وفي نفس الوقت عنده فيروس سي طبعا ده شيء قاتل يعني, يعني. صار حضرتك ان كل مرض من دول مرض فتاك وحده فتاك والاثنين يعني. جايين من نفس جايين من نفس المصدر خلينا نقول جايين من نفس المصدر الواحد بالزبط. للاسف بالزبط. فطبعا يعني ده ده العلاقه اللي هي بين الفيروسات دي المختلفه لو نقدر يعني. ان احنا زي ما قلت في يمكن من شويه انه لا والواحد وانا بركز على فيروس سي لانه يمكن احبائنا المشاهدين اللي يمكن بيشوفونا في بلادنا <applause> في مصر كثيرين منهم عندهم <applause> هذا الفيروس الخطير وبالتالي في حاجات احنا نقدر نعملها، نقدر ناخد التحصينات، <applause> نقدر نخلي بالنا من الحاجات المضره بالكبد عشان ما نزودش الضرر من اللي, اللي, اللي بيسببه فيروس سي وبالتالي نقدر ازاي نحافظ على الكبد في احسن حال إيه طب دكتور في حاله تاني يمكن يعني مؤسفه وما لهاش حل بقى وما لهاش يد الام الحامل المصابه بال عايزه اقول بامثال فيروس بي او فيروس م. سي او ايه حالها وهل ينتقل هذا المرض للطفل وايه الاجراءات الذي يجب يعني انها تحذر منها عقب الولاده يحصل ايه, إيه اللي المفروض هي تعمله اثناء فتره الحمل اتفضل شكرا على السؤال ده لأنه سؤال مهم يمكن نشرنا لفيروس بي عشان كده قلت كل الاطفال الحديثي الولاده بالقانون بي 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 بيطعموا ضد فيروس بي ايا كانت حاله الام مش ما يهمناش الام حالتها هي أنا مش بندور نفس الحكايه بالنسبه لفيروس سي فيروس سي بقى يختلف لما احنا عارفين ان الام عندها فيروس سي بيبقى في احتمال ان الطفل يصاب بفيروس سي اثناء عمليه الولاده، خاصه لو ان الولاده فيها يعني تقابل لدم الام مع دم الطفل، سواء عن طريق جراحه مثلا قيصريه او عن طريق الـ الـ اي نوع من التدخل الجراحي لتسهيل الولاده. أو أنه عند قطع الحبل السري بالظبط يعني الحبل السري أو السائل إيه؟ السائل الذي اللي بيكون موجود في حوالين الطفل تنفجر السائل ده قبل, قبل الولاده قبل يقعد فتره طويله yeah. في حاجات بت بتساعد على أنه الأم اللي عندها فيروس سي ما ننصحهاش أنها ترضع لو عندها أي شيء في الثديين لو في اي في الحلمة فيها تشقق في الحلمه <applause> او فيها جروح في الحلمه لأنه <applause> عن طريق الدم اللي بيكون في التشققات <applause> <applause> لكن لو ما فيش حاجه من الحاجات دي ما فيش مشكله <applause> ما نقولش انه لكن على بعض الحاجات المعروفه الاطفال نشكر ربنا انهم حتى لو اللي اتولدوا عندهم آه الفيروس 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 الحقيقه بتعمل لنا مشكله شويه لانه ما عارفين هل الفيروس ده من الطفل ولا من الام يعني, يعني لو خدنا دم الطفل مش بنبقى عارفين على وجه التحليل هل هو, هل هو اصلا حامل للعدوى ولا هو خدها من خلال وبالتالي جزء كبير منهم بيخفوا بعد شويه بنلاقيهم يعني انهم اصبحوا التحليل بتاعهم سلبي الجزء كبير جدا من الأطفال دول اللي مولودين لكن طبعا زي ما حضرتك اشرتي النصيحه للحوامل اللي عندهم يعني فيروس سي انه في حاجات معينه لازم ناخد بالنا منها عشان لا ينتقل الفيروس الى الطفل <applause> <applause> طب دكتور خليني اسال حضرتك برده بخصوص الام الحامل هل العقاقير او الادويه اللي هي بتاخدها اثناء الحمل لان هي مش هتقدر توقف يعني الادويه فيروس سي هل ليها تاثير على الحمل وهل زياده الجرعات او الجرعات القليله يعني كيف تتعامل مع الجرعات الدوائيه في حاله هي مصابه وعايزه تتعالج لكن كمان هي حامل هو الحقيقه في آه نوعين لانه آه فيروس سي آه من الحاجات اللي بتقعد سنين 20 سنه yeah. أو و 30 سنه فيعني لو انه في يمكن من الحكمه لو انه اكتشفنا انه الام الحامل عندها فيروس سي من الحكمه انه ننتظر بعد الولاده عشان نبتدي اذا تبتدي على العلاج دي اول حاجه الحاجة التانية انه في بعض الادوية مش كلها بعض الادوية اللي, بن... اللي بنعالج بيها فيروس سي لها تأثير بيعمل تشوهات خلقية في الجنين لدرجة انه في بعض من الادوية دي لازم نتأكد انه الأم بتستعمل المانع للحمل أثناء ال... 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 العلاج قبل ما تبتدي على العلاج و... وكمان بيظل لمدة بعد ما تخلص العلاج لأنه في بعض الأدوية لها تأثير بتسبب تشوهات خلقية في الجنين دي مشكلة كبيرة يا دكتور انه يعني هي غصب عنها هي تسع شهور كاملين هي لازم تتعالج ولكن بعض العلاجات حضرتك بتشير انه بعض العلاجات بتسبب بعض اه التشوهات فيجب ان احنا يعني ما نتعرضش ليها لكن كمان بتنصح اذا الام في مرحله علاج متقدم او عندها الفيروس ده بنسب عاليه او عايزه اقول مزمن المفروض ان هي تاجل الحمل حتى ما تبقاش قاعده تحت وط انه الجنين ينزل مشوه. بالظبط بالظبط. يعني طب دكتور في حالات تاني برضو العلاج بيؤثر عليها؟ او في تضارب ما بين العلاجات يعني هو العلاجات طبعا ال العلاج, العلاج الفيروس فيروس سي يمكن من اكثر الحاجات اللي احنا بنجري وراها الايام دي لانه فيها تطور يعني سريع لدرجه انه مش مش كثيرين بيلاحقوا هذا التطور في العلاجات دي ويمكن جزء مهم الحقيقه اخت مرفت من تطوير العلاجات Yeah. القضاء او نقلل ازاي من الاعراض الجانبية. الجانبيه او التاثيرات الضاره. Yeah. يعني المريض الحقيقه من عشر سنين مثلا لما كنا بنعالج الحاجات المتاحه المريض الحقيقه بيبقى قدامه واحد من اختيارين المر والامر منه. Yeah. يعني الامر هو نقدر نقول الفيروس والمضاعفات بتاعته yeah. لكن العلاج كان صعب العلاج oh. الحقيقه علاج صعب جدا. العلاجات الموجودة زمان كنا المريض بياخد حقن ثلاث مرات في الأسبوع وبياخد بأقراص بكمية خمس أقراص في اليوم ستة أقراص في اليوم وبيقعد لمدة سنة وكل يعني. دي لها أعراض جانبية أعراض شديدة يعني لدرجة إنه مرضى كتار بيقفوا في نص السكة ما يقدرش يكمل ما الطبيب نفسه طبعًا. ممكن يقول له ما أقدرش نكمل لأنه كانت لها تأثيرات الحقيقة تأثيرات شديدة يعني على الدم وعلى كرات الدم وعلى خلايا الدم <applause> وعلى الـ 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 اجهزه الجسم ووالاخر والاعصاب وبعض الناس بيحصل لهم اكتئاب شديد من مع <applause> الادويه دي ويوصل مراحل انتحار لو عندهم بدايه اكتئاب في بدايه <applause> العلاج ده يعني كان العلاج صعب الحقيقه <applause> علشان كده يمكن دكتور بندور على العلاجات الحديثه او بنسال او بنقيم حوارات حتى نقدر نوصل على كل ما هو جديد او متطور او حديث بهدف التقليل من بعض الاثار الجانبيه لبعض الادويه اللي تأكيد. كانت يمكن بتحقق جزء من الهدف ولكن بتهدم جزء كبير من طبعا. الجسم طبعا. استاذن حضرتك ناخد اتصال اختي تريزا اهلا بيكي اختي تريزا ايوه اهلا بيكي اتفضلي انا كنت عايزه اسال الدكتور عشان من يعني انا عايشه هنا بقالي حوالي 35 سنه ايوه في امريكا ورحت مصر كده ثلاث سنين ورجعت سامعاني؟ سامعاكي يا سامعاكي يا اخت تريز اتفضلي اه وبعدين آه آه قبل ما اروح مصر سنه 2011 بصيت لقيت في ريبورت بيقول ان الكبد اب نورمال وماخدش تايلانول والحاجات دي بس الدكتوره ما ولا قالت لي عندك حاجه في الكبد ولا اي حاجه ورحت على اساس كده مصر وانا مش دريانه لحد اما بصيت لقيت بقى ابتدت اليورين يتحبس في بطني واطلع واروح الحمام بالليل وكده yeah. طيب بعدين بس انا yeah. مش سامعه نفسي دلوقتي على الهوا انا سامعه احنا سامعينك حبيبتي احنا سامعينك احنا سامعينك يا اخت تريزا اوكي حضرتك الاخت ميرفت اه يا حبيبتي احنا سامعينك كويس طيب أنتي دلوقتي تحت علاج يا اخت تريزا ايوه طيب اتفضلي يا دكتور لا انا ما باخدش علاج انا بقول لحد بقول لحد احنا سامعينك اتفضلي كملي من فضلك اسمعينا بس من التليفون وابعدي يعني عن التلفزيون عشان آه نقدر أكي. نتواصل أنا اتفضلي اوكي آه فرحت بقى ما... آه قبل ما اروح مصر 2011 رحت نروح احنا كده نقعد ثلاث سنين هناك فلقيت ريبورت من الدكتور هنا الدكتوره عندي هنا بتاعتي قالت لي آه مكتوب فيه ان انا عندي آه ركبت اب نورمال وماخدش تايلانول وماخدش مش عارفه ايه وكده بس الدكتوره ما فتحتش معايا اي موضوع من كده انا قريت الريبورت ده في مصر وانا رحت لها قبلها ولا قالت لي عندك اي حاجه ابتدت بقى حالتي تتدهور ابص الاقي نفسي بخيس واليورين يتحبس واصحى بالليل بقى اروح التواليت وابتدي بقى يطلع لي بقع كده في وشي بني وكل دي بقى اعراض الكبد وابص الاقي بقى تتنفخ بالنهار واليورين ينزل غامق وكل ده رجعت بقى من مصر من سنتين وشويه ورحت لتسع دكاتره وثلاث مستشفيات. ولا حد عايز يعمل يعني معايا حاجه حالتي اتدهورت خالص نزلت 40 رطل يا 40 رطل نزلتوه تفضلي دكتور ولا حد تسع دكاترة تسع دكاترة وثلاث مستشفيات واتبهدلت ولا حد عايز يقف جنبي طب اسمعي يا أخت تريزا الدكتور هيقول لك إيه؟ اتفضلي دكتور هو الحقيقة يا أخت تريزا يعني ال ال بعد ما رجعتي من مصر أنا ما أعتقدش إنه زيارتك لمصر دي أثرت في أي حاجة بس انت عرفتي انه في حاجه غير طبيعيه في وظائف الكبد قبل ما تروحي بعد ما رجعتي وحضرتك بتقولي رحت لاكثر من دكتور ومستشفيات المهم هل لقوا في الـ عندك اصابه فيروس من الفيروسات اللي بنقول عنها او هل يقولوا لي حاجه يا دكتور انا انا رحت انا انا كنت هبوس رجلين الدكتور اقول له وديني الدكتور كبد انا مامتي مامتي جالها تليف في الكبد وماتت بيه وديني الدكتور كبد دي اعراض الكبد ما فايده مش هنوديك الدكتور كبد روحي انت لوحدك اقول لهم لازم انتو تبعتوني عشان خاطر لازم انتوا تبعتوني ما اقدرش اروح كده الدكتور لوحدي الانشونس ما ينفعش يقولي مش هنبعتك لدكتور كبد وبيعاملوني اوحش اوحش معامله يا دكتور بني ادمه ويعني هيومن بين يتعاملوا المعامله دي هو الحقيقه اوحش معامله في الدنيا م. الحياة كل بقى. يوم افضل اعيط وافضل اقول يا ترى عندي يا ترى عندي ما فيش دكتور عايز يقف جنبي دكتور واحد دكتور مره رحت لك زخان عشان كان بيكتبولي على دواء سكر ورحت اخده تعبني فرحت لك زخان قلت لها الدواء ده تعبني كلمي الدكتور قولي له يغيره لي راح يقول لها مش هديهولها مش هتجيهولها تقول له ليه 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 بتاعت الفارماسي يقول لها آه لا مش هديهولها ده تاكسيك وفي تاكسيك ومش في تاكسيك في الاخر قالت فجت قالت لي وكده فقالت في الاخر اخر ما غلب قال لها عندها ده مش في الكبد مش هقدر اديهولها رحت لدكتور مصري اللي في انهايم ده راح قال لي كان دكتور مخصوص للسكر بص كده في الريبورت وقال لي ده انت كبدك ملتهب، قلت له ولا دكتور مم. قال لي كبدك ملتهب، بيعاملوني اوحش معامله في الدنيا مش معامله بني ادمين ابدا يا دكتور. دكتور المفروض يعني, يعني هي في حالتها تتوجه ازاي؟ او ايه اللي المفروض على الاقل هي تعمله؟ الحقيقه يعني من الحاجات اللي انصح حضرتك بيها اولا انه لازم يبصوا اذا كان الدكتور كويس ان الدكتور قال لك انه الكبد بتاعك ملتهب لازم يعني يدور على سبب التهاب الكبد إيه؟ أنت يبدو انه عندك سكر والسكر في حد ذاته بيبقى ليه تاثير على الكبد، بيبقى ليه تاثير على الكبد، ممكن يكون سبب هو الـ الـ الاختلاف في وظائف الكبد او في الانزيمات، لكن نصيحتي لما تشوف الدكتور بتاعك المره الجايه قولي له انا يعني التهاب الكبد ايه سببه؟ اذا كان في اي فحوص تعمل عشان يطمنك ويريحك من جهه انه ما عندكيش حاجه من الحاجات اللي بنتكلم عنها، ربما انه بس نتيجه السكر. شكرا لاتصالك اختي تريز. دكتور حضرتك اتكلمت قبل قبل الاتصال عن حاجه مهمه جدا جدا انه كان زمان في بعض العقاقير او الادويه اللي كانت بتتاخد وده كان المتاح. ما كانش فيه غير حل انه الناس يا الادويه دي يا اما تقعد حتى توصل لمرحله الفشل الكبدي او التليف الكبدي او ابعاد اخرى ما كانش فيه ليها حلول ولكن كان فيه اثار جانبيه لهذه الادويه والسؤال انتهى الموقف واتخذت العقاقير هل النهارده في حاجه ممكن مش هترجع الماساه اللي عملتها بعض لكن تساعد المريض اللي هو اخذ الجرعات الكامله دي بانه هو يستعيد بعض الامور غير طبعا انه لو اصيب باكتئاب هو يتعالج نفسيا ما يسيبش نفسه آه بعد ما يعني زي ما قلت لحضرتك كان عندنا الادويه وفي ناس كتير آه خدت الادويه الادويه كانت يعني فعاليتها بين 30 و40% على احسن الاحوال ممكن توصل 50% يعني الواحد حتى الشخص لو كمل العلاج لمده سنه <applause> وتحمل الاعراض الجانبيه النتيجه كنا بنقول له ان ادفانس يعني من <applause> البدايه انه احتمال انه العلاج ده يقضي على الفيروس هتكون بين 30 و50 60% وبالتالي في جزء كبير من المرضى هم عارفين واحنا عارفين خلصوا العلاج بتاعهم لكن ما خفوش من المرض <applause> وجزء كبير زي ما قلت لحضرتك ما قدروش انهم يخلصوا العلاج بسبب الاعراض الجانبيه وده الثوره اللي حصلت في علاج الفيروس انه اصبح الامر النهارده بندور على العلاجات اللي اولا تكون اقل من مده سنه <applause> العلاج كان العلاج الستاندرد بتاعه او العلاج الفتره بتاعه العلاجات 48 اسبوع او سنه النهاردة ما فيش مريض بيقدر يقعد ياخذ العلاج لمدة سنة وخاصة لو العلاج ده ليه مضاعفات أو اعراض جانبية فكان من ضمن واحد من ضمن الأغراض أنه احنا نقلل من الفترة بتاعة استعمال العلاج نحسن من فعالية العلاج بحيث أنه بدل ما كان خمسين في المئة المرضى دول ممكن يخفوا النهاردة عندنا علاجات بتسعة وتوصل تسعة في يعني تقريبا مئة في كل مريض بياخد العلاج ده في ضمان انه هيخف وابتدينا و... و... نتكلم على انه في كيور يعني في علاج شافي المري... الشخص ده شفي من فيروس سي وده ما كانش عندنا الكلام ده قبل كده والحقيقه والحاجه الثانيه انه الاعراض الجانبيه يكون الادويه الجديده اقل كثيرا جدا او تخلو من الاعراض الجانبيه الحاجه الرابعه يمكن انه يكون استعمالها سهل ما يبقاش في المريض مش محتاج ياخد حقن ثلاث مرات او حتى مره في الاسبوع مع اقراص وعلاج بيبقى يعني معقد ويحتاج لانه يروح عياده او مستشفى او الى اخره بحيث انها تبقى علاجات عن طريق الفم وسهله وفعاله ملهاش اعراض جانبيه وبتقلل الفتره اللي بنستخدم فيها ده تقريبا دي المجالات اللي اللي بيتطور فيها او اللي فيها الابحاث النهارده عشان تطوير العلاج. العلاجات. العلاجات المتاحه ودي في حد ذاتها دكتور نقله كبيره جدا خطوات واسعه جدا طفرة الحقيقة. ناحيه طفره كبيره ناحيه التقدم العلمي بالزبط. في العلاجات الحديثه والمتطوره والجديده في علاج فيروس سي من حضرتك باستفاضه احبائي بنخرج لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بداناه وكل ما هو جديد في علاج فيروس سي <applause> See مرة تاني برحب بحضراتكم معنا لاستكمال هذا الموضوع الطبي الخاص بفيروس سي، تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن تركيب الكبد عن الوظائف الهامة اللي بيقوم بها الكبد في الجسم لكن كمان تكلمنا عن بعض الأمور التي تصيبه بخلل ومنها إصابته ببعض الأمراض أشرنا إلى فيروس سي، ما هو فيروس سي؟ وما هي أسبابه؟ تعالوا مع بعض نعرف ايه خطوره الاصابه بفيروس سي دكتور مره تاني بنرحب بيك أهلاً, اهلا وسهلا بيك اتكلمنا دكتور عن فيروس سي اتكلمنا عن انه ازاي ممكن يتنقل ازاي ممكن يصاب به الشخص شاورنا شويه على العلاجات القديمه واثارها السلبي اللي كان بيعاني منه كثيرين وبصينا لامل جديد وخطوات واسعه في يعني علاجات حديثه متطوره في هذا الشأن ولكن خلينا دكتور نقول ازاي بنحط ايدنا على المرض؟ ازاي النهارده بفرق بينه ما بين أي مرض تاني أو أي نوع من أنواع التهابات الكبد؟ اتفضل يمكن اللي بيخلينا نفكر في تشخيص المرض أول حاجة لو في طبعاً لاحظنا إنه في خلل أو في حاجة غلط في الكبد ويمكن الاخت الفاضله اللي اتصلت اول حاجه قالتها انه كان في خلل في وظائف الكبد ودي من الحاجات اللي, بن اللي بنلاحظها كتير آه في اثناء تحليل الواحد بيعمل تحليل لاي سبب من اخر للمريض مريض جاي لاي سبب اخر ونلاحظ زي بالظبط ما هي لاحظت ان في التحليل في خلل في وظائف الكبد ده بيبقى احيانا بدايه الخيط بدايه الخيط اللي نعرفه احيانا الواحد بيبقى بيعمل التح... في ناس بقى احنا بن... بنصر ان احنا نعمل لهم تحليل بسبب طريقه حياتهم او التصرفات اللي احنا بن... بنعرفها خاصه الجماعه بتوع ال... الدراجز اللي بياخدوا <applause> العقاقير او المخدرات عن طريق الحق ده مجال واسع جدا زي ما حضرتك قلت الجماعة بتوع الوشم الجماعة بتوع اللي خدوا نقل دم من قبل سنة 92 الجماعة النهاردة الـ الـ هنا في الولايات المتحدة بنحب نعمل تحليل لمواليد سنة 45 لسنة 45 65 مرة واحدة نعمل لهم التحليل ده خاص موجه لفيروس سي بالإضافة طبعا للناس اللي قضوا وقت في السجون أنهم بيكونوا معرضين للحاجات دي مم. الناس اللي بيتعرضوا في حياتهم للعلاقات الجنسية المتعددة سليمة. الخطيرة لا. وأنا هقف عند النقطة دي لأنه مم. العلاقة الزوجية المستديمة المستقرة نادرا ما بينتقل الفيروس من الزوج للزوجة أو العكس <applause> يعني لو احد الزوجين عنده فيروس سي لكن العلاقه علاقه مستمره وعلاقه ما فيش فيها ما فيش اي نوع من اي اتصالات جنسيه خارج العلاقه الزوجيه في الغالب انه مش بيحصل انتقال للفيروس ده مهم. ده يختلف عن بي ده واحد من اهم الحاجات اللي بتفرق سي عن بي لما بنلاحظ الـ الـ السلوكيات اللي انا اشرت اليها عند بعض الناس اللي في السجن والمرضى والمخدرات ووالى اخره دول بنصر ان احنا نعمل لهم زي ما بنعمل لهم الايدز تحليل الايدز بنعمل لهم تحليل الفيروس اللي هو فيروس سي وبنجد دي الطريقه بنكتشف بيها الفيروس شخص جاي عنده بيتعالج لاي سبب او لاي اخر او راح يعمل فحص دوري تحليل إيه. دم هيروح وظيفه او او الى اخره لاحظنا انه في خلل في وظائف الكبد نبتدي يبقى بدايه الخيط نبتدي ناخده ونشوف نقول ايه اللي مسبب زي ما اشرنا في الـ الـ الرد على سؤال الاخت انه ده بيبقى البدايه اللي بنبتدي منها نشوف في الموضوع اول حاجه بنعملها لازم نشوف الفيروس نفسه فنقدر نشوفه بطريقتين الحقيقه اول حاجه انا انا عندي مبرر ان انا بدور على الفيروس عند هذا الشخص <applause> ادور اشوف الاجسام المضاده وده ده التحليل السهل الاجسام المضاده يعني ايه يعني لما بيصاب الشخص بالفيروس الجسم الجهاز المناعي اللي عندنا بيقاوم الفيروس فيفرز اجسام مضاده دي اللي احنا بنشوفها الاول فلو لقينا ان الشخص عنده الاجسام المضاده دي يعني ايجابي، تحليل ايجابي. Yeah. نبتدي نفكر نقول اه طب احنا عايزين بقى نشوف الفيروس نفسه، ما نكتفيش من هنا انه عنده الاجسام المضادة، ده التحليل سهل ورخيص. Mm -hmm. لكن أنا عايز أعرف بقى الفيروس نفسه، أشوف الفيروس نفسه، فنعمل تحليل ثاني، ده في الحالة دي بنشوف التركيب الوراثي yeah. الفيروس نفسه، فيروس C. ومش بس بنشوف التركيب الوراثي للفيروس سي بنعرف نوعه زي ما قلت انه في انواع في جي بنسميها جينوتايبس التركيب الجيني الجينوتايب 1 و2 و3 و4 و5 و6 على الاقل الانواع اللي موجوده ايه اهميه الموضوع ده بنعرف. اولا بنعرف الشخص ده وزي ما قلت انه انه المكان اللي عاش فيه الشخص او اللي جاي منه الشخص جغرافيا في العالم في في اجزاء معينه في العالم فيها يعني مثلا هنا في الولايات المتحده اشهر الانواع هو فيروس 1 جينوتايب 1 وفي مصر زي ما قلنا عندنا جينوتايب 4 فور نمبر 4 ده اللي هو مشهور في مصر هو في تشابه بينه وبين جينوتايب 1 <applause> جينو تايب 1 موجود في امريكا الوسطى مثلا في امريكا الوسطى جينو تايب 2 و3 موجود في امريكا الوسطى في بعض اجزاء من اسيا <applause> اربعه موجود في جنوب أش... في جنوب افريقيا مثلا خمسه موجود في جنوب افريقيا وسته موجود في بعض الدول الاسيويه فاحنا عارفين المصادر او الاماكن اللي منتشره فيها الفيروس ايه اهميه الكلام ده؟ اهميته ان احنا لغايه النهارده ما عندناش دواء واحد يعالج الست انواع اللي نعرفهم. <applause> وبالتالي العلاج بيختلف من نوع الى اخر. مش بس العلاج بيختلف نبقى عارفين فعاليه العلاج كمان. يعني في في بعض الانواع دي بتبقى يمكن نسبه نجاح العلاج اقل من نسبته في انواع اخرى. <applause> وده مهم ان المريض يعرفه وده مهم ان احنا نعرفه. في الاول بنشوف زي ما قلت لحضرتك التحليل الاجسام المضاده وبعدين نشوف تركيب الجينات بتاعه الفيروس وبعدين نعرف نوعه ايه الفيروس اللي موجود في الجسم وبعدين حاجه تانية بنحب نعرف بقى قد ايه تاثير الفيروس على الكبد عمل قد هل هو في المرحله مرحله الالتهاب المزمن اول ما بي الفيروس بيصيب الشخص ده اسمه التهاب حاد وده قلنا في معظم الاحيان الأعراض مش بتبقى ملحوظة. بعد المرحلة الحادة يبقى اسمه مزمن، لو قعد الفيروس في جسم المريض أكتر من ست شهور على طول نقول إنه ده أصبح مزمن. <applause> أكرر الكلمة دي تاني، لو قدرنا <applause> إزاي بنقول إنه المرض مزمن؟ لو قدرنا إنه نعرف إنه الفيروس موجود في الدم لمده ست شهور او اكتر يبقى ده دخل في الطور المزمن عليه المنمو. وده الخطر ده المزمن طيب دخل في الطور المزمن لكن انا ما اعرفش اعمل ايه في الليفر في الكبد ازاي ايه بن اتلف منه بالظبط بنحب نعرف ايه الوضع بالنسبه للكبد في حاجات يمكن بنعملها الاول بسيطه زي ما كنا ابتدينا بيها نعمل اشعه الموجات الصوتيه ساوند نشوف الكبد يمكن الأشعة الموجات الصوتية تدينا صورة لو لا سمح الله أنه الموضوع وصل أنه في سرطان في في ورم <applause> في الكبد بتدينا انطباع يمكن ما هوش دقيق 100% عن حالة النسيج الكبدي هل النسيج فيه تليف هل فيه السروزس اللي هو التحجر لكن ما هوش برضه بالكيفية الدقيقة <applause> اتجهنا قلنا طيب نعمل بقى ناخد عينه من الكبد. ابتدينا نعمل العينات الكبد ناخد عينه من الكبد وطبعا دي عمليه طبعا وبالابره بتدخل في الكبد مه. وليها مضاعفات وبعدين بتشوف الكبد كله ممكن ناخد من جزء او اثنين لكن باقي الكبد كله جاهز انه دي تطلع ما فيهاش حاجه ما بنعرفش بالزبط. بقى فين. ممكن إيه. عينه واثنين يطلعوا في مكان بعيد والتقالب. خالص عن المكان يعني. اللي فيه التعب. لكن كانت افضل اللي موجود عندنا. ليها يعني مضاعفات، ناس كتير كان بيجي لها مضاعفات بعد العملية دي. لكن على الأقل كان لي دكتور إيه بعض المضاعفات اللي بتيجي المضاعفات بعد الأخذ العينة عن طريق الحقنة لجسم مصاب مش عارفين أبعاده، مش عارفين مصاب بإيه. بزارة. أول حاجة إنه طبعًا النزيف أخطر يعني حاجة النزيف. والمرضى بتوع الكبد زي ما قلت إنه من وظائف الكبد إنه بيتحكم في المصنع للعوامل التجلط وسيوله الدم فلما بيكون في تليف وفشل فيه بيبقى المرضى دول عندهم قابليه للنزيف من ضمن الاعراض بتاعه الفشل الكبدي القابليه للنزيف عندهم سيوله بس عندهم سيوله او نقدر نقول عليها سيوله وبالتالي ابسط حاجه بينزف طبعا <applause> النزيف هيكون نزيف داخلي <applause> والنزيف الداخلي طبعا ممكن يكون نزيف خطير لدرجة طبعًا. أنه الواحد بعد كده يقد... بيحتاج أن نشوفه إيه الموضوع مهم. أو حتى لو بعض النقط بسبب موقع الكبد اللي احنا قلناه أنه تحت الحجاب الحاجز في الناحية اليمين مهم. فلو بعض النقط نزلت تحت الحجاب الحاجز في عصب تحت الحجاب الحاجز بيبقى جاي من عند الكتف مهم. من الكتف للحجاب الحاجز أو جاي من الرقبة يعني للكتف فأي تهيج في العصب ده بيدي الم شديد في الكتف بيسمع من مرض من اللي عنده هارت اتاك yeah. والمريض بيصوت من من الحاجات دي وطبعا ممكن يحصل التهاب ممكن زي ما قلت نزيف يعني ما هي لكن الى حد ما دي حاجات نادره مش كتير لكن على الاقل المريض بيبقى عارف انه ممكن يحصل انه عرضه ده. لامر زي كده بالظبط و... وزي ما قلت ان احنا مجرد بنكتفي ب يعني حاجه حاجه عينه بسيطه ابتدينا النهارده نفكر أنه نطور الموجات الصوتيه ودلوقتي احنا بنستعمل حاجات اجهزه حديثه عندي في المستشفى جهاز حديث اسمه فايبرو سكان الفايبرو سكان ده عبارة هو تطوير للموجات الصوتية لكن خاص بالكبد ويمكن عندنا صورة لي آخر صورتين لو المخرج يساعدنا صورة سبعة أو ثمانية اللي بيحصل أنه بنجيب حاجة اسمها ترانس ديوسر <applause> زي الجزء بنحطه على ناحية الكبد في الجانب الأيمن <applause> وده بيبعت موجات بتخترق الكبد وبنقيس درجة الاختراق بتاعها ونعرف بالظبط اذا كان ايه اللي قدامه يعني واحد ماشي <applause> بيخبط في, <applause> <بيغبط> في ايه بيخبط <applause> <applause> وده ممكن النمره سبعة او ثمانية <applause> ده مثلا او نمره ثمانيه وبعدين نرجع لسبعه لو امكن فبيورينا ال انت بنبعت زي زي موجات صوتيه والموجات وهي ماشيه بتخبط ونعرف بالظبط ايه مدى التليف او تحجر النسيج اللي ماشي فيه الشعاع الصوتي ده اللي بنعمله والحقيقه ده ما فيش لا ابره بتتحط ولا يعني في نزيف لانه حاجه من بره الواحد بس بيحطها وبتدينا فكره عن كل الكبد او جزء اكبر من الكبد فبنبتدينا النهارده نستعيد عنها لانه شيء بسيط جدا وما فيش ما اشعاع ما هوش الواحد مش بتعرض لاشعه دي هي موجات صوتيه فالحقيقه من طفره تعتبر بالنسبه للتشخيص يعني مش بس كمان في العلاج لكن في التشخيص لانه العلاج بيتبني على المرحله اللي فيها التشخيص المريض. الدقيق وفي نفس الوقت بدون مضاعفات يا دكتور بزر. ودي يمكن اكتر حاجه لانه هو مصاب مصاب بتلف عنده مشكله ما بزر. الحقنه ادينا سمعنا وانا عارفه ان مازال طبعا في بعض البلدان ده التعامل او العينه مش بتتاخد غير عن طريق بزر. الحقنه يقدر ياخد عينه ويقدر يعمل عليها بزر. تحليل ويكتشف ويمكن مش هنقول في جميع الحالات لكن في حالات طفيفه حضرتك زي ما شاركت انه ممكن ليها بعض الاثار الجانبيه المزعجه على المريض لكن نشكر ربنا انه كمان تطور مش بس في تطور في, في العلاج لكن في كمان في التشخيص الحقيقه زمان اقول لحضرتك يا اخت مروه لما كنا من قبل ما من نبتدي نعالج حد من المرضى دول بالامر بالادويه الصعبه اللي كانت موجوده yeah. كان كان لابد ان احنا نعمل نبعته عشان يعمل الـ 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 ناخد عينه من الكبد عشان نعرف فين طبعا فالنهارده الحقيقه يعني ما عادش الكلام ده موجود مع معظم الناس اللي بتعالج مش مش بتحتاج انها تعمل كده وده بيدينا يعني قراءه معينه والارقام معينه نقدر نعرف بالارقام دي الكبد في اي مرحله من الالتهاب المزمن او من التليف او من التحجر بالظبط نقدر نعرف الحاجات دي مجرد التحليل ده ده اللي بيحدد لنا بيحدد لنا الى حد ما العلاج هاي. ففي حاجات بتحدد العلاج. إيه العلاجات سمي. الحديثة اللي موجودة آآ آآ مكلفة جدا. مم. قبل دكتور قبل جزئيه العلاج حضرتك قلت احنا لسه هو دلوقتي في مراحل الاكتشاف لسه بنحط ايدنا عداء علشان نقدر نتعامل معاه وفي البدايه خالص يعني حضرتك بتقول الاجسام المضاده هي اشاره لو الاجسام المضاده النتيجه بتاعتها نتيجه التحليل إيجابية. ايجابي بنبدا ناخد الخطوات بزارة. طيب في سؤال في الجزئيه دي هل ممكن يكون هذا الانسان نتيجه التحليل بتاعته ايجابي وهو كان مريض بفيروس سي ومازال وما موجود اجسام مضاده بجسمه؟ مظبوط ما في حالات الحالات دي موجوده yeah. المريض اللي ب... لانه جزء منهم بيشفى نسبه yeah. من ال... من الامراض دول بيشفى ده مش بس كده ده ممكن يكون خد علاج وشفي yeah. واللي خد علاج وشفي ما عادش الفيروس موجود لانه يعني بيخلينا نقول ان المريض ده شوف ايه؟ yeah. مش مش الاعراض لكن احنا no. بنشوف عدد الـ 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 الطبعات اللي موجوده mm -hmm. من الفيروس في الدم mm -hmm. فمثلا واحد يبقى عنده 2 مليون في المليمتر المربع من yeah. المكعب من الدم mm -hmm. وبعدين كل ما نامل فيه كنا زمان في العلاجات انه مثلا او 6 مليون دي تنزل تبقى مثلا ألف وبعدين يعني. نقول ما اعرفش النهارده العلاجات الجديده انا عندي مريض لسه كنا بنعالجه في اربع اسابيع نزل من 3 مليون بقى صفر ما فيش ده ده يورينا ازاي قدره في الادويه, الأدوية يعني الحديثه فاعليه العلاج مه. ففي مرضى كانوا تعالجوا وكانوا العلاج كان فعال فدول ما عادش ما عادش الفيروس عندهم نفسه لكن العلامه بتاعته موجوده في الدم مه. الحاجه الثانيه زي ما اشرت حضرتك في البدايه انه في مرضى خدوا علاج وما نفعش قبل كده yeah. من العلاجات القديمه mm -hmm. دول احنا بنقول عليهم انهم مرضى عندهم خبره mm -hmm. يعني نقول في مريض yeah. لسه مستحدث وفي نقول واحد عنده خبره نقول mm -hmm. نايف او اكسبيرنس yeah. ده ده اول مره يتعالج عاده بيبقى علاجهم اسهل mm -hmm. وياخد وقت اقل والنتائج بتاعته بتكون عادة أفضل من النتائج اللي نتوقعها من واحد تعالج وفشل قبل كده لكن الاثنين بيتعالجوا والاثنين نتائجهم باهرة يعني حتى اللي تعالج بالحاجات الحاجات القديمة وفشل لما بنعالجه بالحاجات الحديثة النتائج باهرة يعني شيء ما حصلش قبل كده اللي احنا بنشوفه من العلاجات دي فدي الطفرة الحقيقة اللي احنا yeah. بنتعامل معاها النهاردة ابتدت الحياة من دواء انتجته شركه موجوده هنا عندنا في كاليفورنيا اسمها شركه جلياد او جلعاد مم. جلعاد ده اسم في الكتاب اسم <applause> كتابي مم. وهي اللي انتجت اول اول واحد من الادويه دي اللي احنا بنقول عليها انتي يعني بتهاجم الفيروس مم. مباشره دايركتلي و فيهم نوعين الحقيقه يعني التطور الابحاث اللي احنا فيها حاليا ماشي في اتجاهين في اتجاه بيهاجم الفيروس عشان التكاثر، يعني يكسر قدرة الفيروس على التكاثر وتقضي عليه الأجسام المضادة. وفي النوع التاني الحياة بي بي بيرفع قدرة الجهاز المناعي عشان يكسر الفيروس يبقى الفيروس مش موجود. يعني في اتجاه إنه إحنا نكسر الفيروس ما يقدرش إنه يتكاثر في داخل الدم، أو إنه إحنا بندي أدوية إنها بتخلي الجهاز المناعي قادر انه يكسر الفيروس دول الاتجاهين اللي فيهم التطور العلمي اللي مازال مستمر كل يوم النهارده في حاجات جديده في الاتجاهين دول يمكن دكتور الجهاز المناعي يذكرني بفئه من الناس اللي نقدر نضيفهم على الناس كمان العرضه للاصابه هل مرضى نقص المناعه طبعا طبعا عرضه للاصابه طبعا بال... بما فيهم المرضى اللي على المرضى اللي بياخدوا ادويه عشان تحفظ الجهاز المناعي بتاعهم yeah. ضعيف والمرضى اللي على غسيل الكلى في مرضى mm -hmm. كثيرين عندهم الجهاز المناعي ضعيف yeah. وبالتالي دول بيبقوا طبعا معرضين اكثر. فطلع اكثر للـ للـ للاصابه 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 فاول دواء جالنا <applause> تسمح لي دكتور قبل صدقين. ما اتكلم على اول دواء برضو اسال سؤال ربما يعني يفيد حد هل حضرتك بتشوف ممكن انسان يكون حامل للفيروس وما فيش اي اعراض عليه في ناس كتير بيبقى عندهم الفيروس انا قلت انا قلت تعريف ان الواحد يبقى حامل مزمن انه يبقى الفيروس موجود في الدم لمده ست شهور بس مده حضانه الدم مد... ده مش حضانه الفيروس الحضانه بتبقى yeah. اقل من كده لكن احنا لما بنلاقي ان الفيروس ما انتهاش ما قدرش الجسم يتخلص منه yeah. بعد ست شهور نقول انه ده هيظل معاه هيظل مع المريض. يا. في مرضى من دول بيقعدوا طول عمرهم ما فيش اي اعراض مصاحب أعرض. المرض ما فيش اعراض وحتى درجه تاثيره على الكبد بتكون يعني يعني ضئيله او بطيئه للغايه بحيث انه على بعد 20 30 سنه بيبقى التاثير ضئيل جدا على التليف الكبد او على التهاب الكبد. ده طبعا جزء كبير من المرضى عنده الفيروس موجود لكن احنا نقدر بنعمل سواء بناخد العينه او بنحطه على الفايبر سكانر وبنشوف بلاقيين انه ما فيش تغيير نفس قاعد على نفس الدرجه اللي كان عليها من خمس سنين وبالتالي نطمن نقول اه ده ممكن نلاحظه ما فيش داعي انه احنا نديله علاج لانه العلاج مش مش هيفيده كتير خاصه انه في ناس مهمة بالنسبه لهم انهم ياخدوا العلاج النهارده اللي هم متطورين يعني العلاج العلاجات الحديثه لانها اولا مكلفه جدا جدا مم. فبالتالي ابتدينا نقول ان احنا نعالج الناس اللي هم المرض اصبح او درجه التليف في الكبد مم. اصبحت متطوره مم. نوقفه نقدر نوقف المرضى دول من انهم يدخلوا على فشل كبدي او على سرطان فدول اللي بنديهم الاولويه في العلاج مم. لكن ربما بعد كده لما العلاجات دي تبقى متاحه للكل نقدر نعالج الكل يعني بش في طبعا مانع كل اللي ده محتاج علاج يجد علاج ده اللي نتمناه وجزء من الابحاث برضو انه ازاي ان احنا نوصل نخلي الادويه دي اقل تكلفه بحيث انها تبقى في يعني مثلا انا قلت انه مصر عندنا اكبر تعداد للمرضى في العالم لكن مصر لا تستطيع بالإمكانيات المادية أنها تعالج هؤلاء المرضى بالأدوية المكلفة الموجودة لو حضرتك تتصوري أنه المريض الواحد بيكلف في أمريكا في الولايات المتحدة فوق ال ألف دولار عشان العلاج فطبعا مش كل الأماكن مش كل الدول عندها متوفر فيها العلاج وعندها تعمل. إمكانية تقدر تقدم العلاجات ديت طيب خليني برضو في حته الاعراض يا دكتور قبل ما اسيبها ده شخص ممكن يعاني من الفيروس والوقت طويل ومفيش اعراض تبان عليه لكن في شخص تاني يعاني باعراض واضحه جدا <applause> ايه الاعراض اللي ممكن نشاور عليها بتؤكد وجود فيروس سي اول اعراض عموما زي ما قلت لحضرتك يعني احنا لما لما بتبدا الاعراض بتكون مرتبطه ببدايه فشل الكبد <applause> الاعراض بتكون بدايه اعراض فشل الكبد ودول بيوصلوا لمرحلة الغيبوبة الكبدية. ودا yeah. وده يبقى في مراحل متقدمة جدا من من يعني الكبد برغم انه يعني عضو حساس ومهم جدا في وظايفه لكن حمال اسية. Yeah, يعني يفتمل. بيتحمل ويقعد سنين يصارع مع الحاجات دي ويؤدي وظايفه والمريض يبقى مش مش واعي انه في حاجة عنده يعني. لانه الكبد عنده شغال طاقه لحط. من المخزون مم. الاحتياطي انه يقدر يمشي لمده طويله يعني. فدول في مرضى بنقول انه المريض ده كل اللي نقدر نعمله بس نخلي عيننا عليه وكل كام سنه نعمل له تحاليل ونشوف انه هو ماشي مازال عنده مفيش خطورة طبعاً ما زال عند ما فيش خطوره طالما انه ما فيش خطوره مش يعني. داخل على فقدان وظائف الكبد ما في مش داخل على انه في ابتدت بقع تظهر في الكبد تخلينا نشك في سرطان نقول نقدر نبص على نقدر نلاحظ هذا الشخص نرجو انه يعني في المستقبل القريب العلاجات تبقى متاحه للكل احنا نرجو أمين. انه كل الكل يتعالج لانه بقول لحضرتك ده النهارده العلاج المريض بيشفى من هذا المرض وبالتالي كل مريض من حقه انه يعني انه ينال الـ 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 هذا العلاج طبعا عشان يشفى من هذا المرض اللي ممكن له تاثير حتى المريض اللي ما عندوش اي اعراض. Yeah. يعني نتمنى انه نوصل انه احنا نقدر نعالج الفئه دي من المرض دي العلاجات اللي حضرتك تقصد بيها العلاجات الحديثه, الحديثة. اللي وصلنا ليها حتى 2016 بالظبط ازاي ازاي حضرتك بتقيس فعاليه العلاجات لكن ايه العوامل اللي بيتوقف عليها استجابه المرض؟ هل فقط فعاليه الادويه؟ هل دور المريض؟ في كيفيه تعاطي الجرعات يعني ازاي بتقيس آه. حضرتك ب... فعاليه العلاج المر... اللي... اولا ال... الادويه دي فعاله كلها م -م. ب... يعني دي حاجه يعني نشكر ربنا ان الادويه دي كلها الفعاليه بتاعتها عاليه م -م. جدا جدا بس لازم انها تتاخد ب... بحرص شديد بحيث انه المريض مطلوب انه ياخد يعني في بعض الادويه المريض بيأخذ قرص واحد في اليوم <applause> قبل كده كنا بنديهم خمس تراصح وحقن وشغلانه كبيره لكن في من الادويه في دواء مشهور جدا الناس كلها تسمع عنه اسمه هارفوني هو عباره عن كومبينيشن لدوائين مع بعض مخليط <applause> يعني هو ده تقريبا المنتشر اللي بنستعمله في تايب 1 والتايب 4 بتاع مصر بنستعملهم <applause> تقريبا نفس الدواء ولمده 12 اسبوع ثلاث شهور المريض بيخاف من معظم الحالات بعد اربع اسابيع بنعمل نكشف على الفيروس بنلاقي المريض ما عندوش الفيروس لكن لازم نكمل <applause> فاولا ال زمان كنا بنقول انه كميه الفيروس في الدم مش بنعتقد النهارده انها عامل كبير بالنسبه للعلاج لكن في بعض الفيروسات بيكون عندها نوع من المقاومه لبعض العلاجات وده حاجه يعني لما نقول 99% يبقى في 1% ما استفادش او نقول 96% يبقى في 4% نعم no. ليه ما استفادوش مع انهم خدوا زي الباقيين oh. فبنكتشف انه في بعض الفيروسات دي عندها مقاومه او mm -hmm. كونت مقاومه للعلاج الحديث mm -hmm. مش بنفشل طبعا بننتظر وبعدين بنحطهم على علاج ثاني احدث احدث من العلاج دي وبيستجيبوا او yeah. بنزود المده الحاجه الثانيه هل المريض اتعالج قبل كده ولا لا ده من العوامل اللي بتفرق يعني كقاعده عامه مريض اتعالج قبل كده والعلاج طبعا فشل او العلاج ما ما ما, 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 ما شفاش المرض م. احنا عارفين من قبل ما نبتدي ان المريض ده هياخد فتره اطول عشان يا. نقدر نساعده انه يشفى من المرض بتاعه م. المرضى اللي عندهم الأمراض تانيه او اللي عندهم حاجات تانيه موجوده م. يعني المرضى بتوع مثلا اللي عندهم الاتش اي او الايدز برضو ليهم نظام معين في العلاج المرضى اللي عندهم التهابات اخرى في الكبد ليهم نظام تاني من العلاج كل ده بيبقى بتحدد قبل ما نبتدي العلاج بنبقى احنا عارفين عندنا صوره كامله قبل ما المريض يبتدي عارفين المريض ده يعني الأفضل فتره بالنسبة له للعلاج قد ايه وبنبتدي على هذا الأساس هو المريض بيبقى عارف أنه هياخد العلاج لمدة معينة هل يا دكتور بتشوف عامل من عوامل عدم الاستجابة أو فعالية بعض الأدوية إن كانت الحديثة أو القديمة هي قدرة الفيروس نفسه على تغيير صفاته طبعا طبعا هو yeah. وده من ضمن الحاجات بتاعت فيروس سي yeah. مش تغيير صفاته انه بي, yeah. بي بيغير صفاته في انه بيكون قدره على مقاومه الادويه بالظبط الادويه الجديده يعني لانها حديثه نرجو انه ما يتغيرش الكلام اللي انا بقوله ده فنقدر <applause> نقول انه الفيروس ما عندوش خبره لسه كتير لسه ما اكتشفش المضاد يعني. <applause> نرجو عشان كده احنا بنحرص جدا لو احنا بنعالج المرضى دول نقول له لازم تاخد الـ الـ العلاج بمنتهى الدقه بالزبط. لانه لو ما خدوش بمنتهى ياه. الدقه العلاج هيفشل والفيروس هيسبب أي يكون عنده مقاومه نعم. للدواء ده وادويه ثانيه وده اخطر حاجه بن بن بنخشى عليها من الـ الـ اثناء فتره العلاج نقول للمريض ان ما كنتش هتقدر تلتزم بال بالعلاج ومواعيد العلاج والتعليمات اللي مع العلاج ما نبتديش افضل لان يعني ده يبقى ضرر عليك وما تقدرش حتى تاخد الادويه دي بعد كده ثاني طبعا يعني اصبح في مقاومه عند الفيروس اللي موجود عندك للادويه دي. فيعني لكن اقول لحضرتك حاجه الحقيقه انه يمكن مع فعاليه الادويه اللي موجوده كتير من العوامل دي النهارده اصبحت اقل اهميه من عشر سنين فاتت بكل تاكيد آه. طبعا طبعا وده راجع لقدره نفس يعني نوع العقاقير او بزارة. الادويه اللي بتستخدم بزارة. وقدرتها وفعاليتها واستجابتها بزارة. في السيطره على الفيروس نفسه مهما نغير شكله او غير لكن قدرتها على فعاليه ده واكدت حضرتك طريقة تعاطي الأدوية، الخضوع لكل الإرشادات الطبية للطبيب المعالج ده عامل كبير، عدم التلاعب بالجرعات، عدم إنه الواحد يعني ياخد قرار شخصي إنه يوقف صح. العلاج في وقت أو يزود العلاج أو يلغي العلاج، لا دي حاجات مع إنها فعالة جدًا لكن أي تلاعب أو خلل في تعاطيها برضو مزعج جدًا. طبعا. فخلينا نكون ملتزمين بده. وتحاشي يعني. العوامل الأخرى. اللي بتسبب دامج للكبد أكرر الكلام ده مهم ما نقدرش نعالج واحد نقول بنعالج واحد yeah. وهو بيعرض نفسه انه ياخد فيروس بيه oh, yeah. ما نقدرش نعالج واحد وهو بيشرب كل يوم yeah. ما نقدرش نعالج واحد ونقول انه هنخففه احنا هنخففه من فيروس لكن الكبد ممكن يحطمه باكتايلينول yeah. او يحطمه باي حاجة ثانية فعشان كده مهم جدا ان المريض يكون عنده فعلا عزيمه ان هو صمم ان هو يساعد نفسه ويساعد الكبد بتاعه من كل ما احنا بنساعده بالعلاج موجه ضد حاجه معينه، لكن في حاجات على المريض واهله مهم جدا انهم يراعوها. طيب العلاج آه العلاجات الحديثه فعاله رائعه نشكر الله من اجل كل تطور بننتظر المزيد حتى فعلا يكون في قدره على ان احنا نقول يعني يقدر العلم يحمي الاجيال الجايه من الوباء الخطير دوت او يعني انا يعني بقصفك قوي لما بسمع الاعداد دي في مصر طبعًا فعلا يعني طبعًا قلبي بيوجعني الواحد قلبه بينزف يا امين في اسم يسوع يوجد اي امر يحد من حالات انتشار فيروس سي بال, عايز اقول بالنسب العاليه بالكثافه الوحيدة حاليا يعني يمكن اتكلم كلمه على مصر حاليا ما فيش اصابات جديده كتير انما الاصابات دي معظمها قديمه ويعني حتى احنا عندنا دراسات بتحاول تفسر اللغز ده اشمعنى مصر يعني اشمعنى مصر واشمعنى بالكثافه دي نظريات كتير من ضمنها مثلا لما كان العلاج بتاع البلهارسيا ده اللي كنت عايز اقوله بالهريسيا يعني, يعني كانت مصدر رئيسي بالظبط كانت مصدر والحقن هو مش العلاج في حد ذاته لكن لا لا الحقن, من واحد, الحقن من واحد لواحد يعني وده وده الحقيقه حاجه يمكن كلنا نفتكرها لما كنا في مصر وربما لغايه النهارده موجوده في بعض الاماكن ان يعني الواحد ياخد الحقنه يروح عامل صباع عليها كده الإب الابره واللي بعده او اللي بعده يعني. ويجيب له بتاع ده بتاعه ده ورقه معرفش بتاع بسبرت يعني. ولا يروح عاملها كده يقول لك خلاص وهات اللي بعده ده منتهى هو ده العامل الرئيسي في مصر مصر ما عندناش دراجز ما عندناش ناس بتشو دراجز بالكثافة لا في الحقيقة لا ما فيش يعني النسبة ولا عندنا أي, أي, أي حاجات تاني من الحاجات الضارة يعني. أو الحاجات الخطيرة فغالبا هو ده هو امين تتحدد نسبتي ويتم السيطره عليها ده بالنسبه للعلاجات يا دكتور الحديثه ونشكر الله لفعاليتها او للنتائج اللي, اللي يعني بتنتج عنها خلينا نروح لطرق تاني للعلاج وحضرتك في بدايه الحلقه اشرت لزرع الكبد اه لما بالعلاج طبعا في في بعض الاحباء المرضى بيكونوا وصلوا لمراحل متقدمه بحيث ان القضاء على الفيروس مش هيغير مش هيرجع الكبد التلف وزر. اللي حصل سواء كان فشل التام للكبد زي ما قلنا او وجود اورام سرطانيه في الكبد فالحالات دي الحقيقه في بعض بعض الحالات المعينه من الناس اللي عندهم اورام سرطانيه ومعظم الحالات الناس اللي عندهم وصل الكبد عندهم لمرحله فيش ما فيش علاج اخر ما فيش قدامنا غير زرع الكبد ويمكن النهارده الجراحه بتاعه زرع الكبد طبعا زي اي شيء في مع تقدم التكنولوجيا والعلم اصبحت اقل خطوره من من كام سنه فاتت بحيث انه كثيرين من المرضى اللي بيتزرع لهم كبد وفي البعض بيزرعوا لهم كبد وكلى في نفس الوقت يكون عندهم فشل كلوي بيقدروا يعيشوا حياه طبيعيه لمده لمده سنين طويله بعد كده الحاجه اللي انا احب اقول عليها انه لو الكبد فشل بسبب فيروس سي وبعدين المريض خد راح عشان يعملوا له زرع كبد جديد في الغالب انه الكبد الجديد هيصاب بفيروس سي بعد كده ودي من الحاجات اللي احنا عارفينها علميا برغم انه الكبد جاي من مريض شخص المتوفي او حاجه زي كده سليم ما عندوش حاجة لكن لأنه الشخص ده عنده فيروس سي حامل اللي, اللي حطم أو م. حامل فيروس سي فالغالب أنه هينتهي أنه الكبد الجديد هو فيروس سي دي كانت مشكلة ضخمة جدا حقيقة م. النهاردة مع العلاجات الجديدة وده نوع من المجال جديد للعلاجات الجديدة م. اللي زرعوا كبد بنبتديه وبعدين ابتدى يظهر فيروس سي تاني في في الكبد الجديد الكبد دول بقى اللي بيستفيدوا من الادويه الجديده يعني, يعني. خدنا فتره بنحاول نفهم هل دول يتعالجوا وهل العلاج زي اللي ما عندهمش زي ما عندهمش زرع كبد النهارده تقريبا كل الاوساط العلميه يعني متفقه انه الناس دول يتعالجوا وابتدينا نعالجهم وبيخفوا وبينتهي الفيروس منهم والكبد الجديد بيبقى خالي من الفيروس يقدر يعيش بيه يعني سنين اطول هذه من الحاجات م. الرائعه الحقيقه نشوف طيب ده برضو اضافه وحاجه حديثه آه. طبعا حتى في حالات زرع الكبد لكن يبقى السؤال دكتور هل بتشوف ان برضو فكره مشاكل جهاز المناعه هل في بعض الاحيان الجسم بيلفظ او بيرفض الكبد؟ يعني برضو ارجع اقول لحضرتك طبعا الريجكشن بنسميه ريجكشن يعني. والريجكشن ده ليه مراحل معينه لكن النهارده زراعه الاعضاء بصفه عامه مع العلاجات الحديثه اولا تحضير العضو قبل الزراعه مهم. وتحضير المريض اللي هيستقبل برضه في تطور كتير وبعدين الـ الادويه ضد المضاده للفظ العضو او الريجكشن انتير ريجكشن مديكيشن النهارده اصبحت فعاله وسهله في الاستعمال وادويه جديده أعرض الأعراض الجانبية بتاعتها أقل، لدرجة إنه في بعض المراكز الأبحاث في أمريكا وفي أوروبا النهاردة بتحاول تجرب إنه مرضى زرع لهم كبد أو كلى ما نديهمش أدوية المناعة. Yeah. وابتدينا فعلاً نشوف بعض النتائج من يعني بيعامل العضو بكيفية معينة قبل الزرع بحيث إنه المرضى دول مش بيحتاجوا إلى الأدوية. تمنع اللفظ لانه ما فيش لفظ ولا يعني حتى لو حصل اعراض ريجكشن والأعراض اعراض بتعالج يتم ممكن. التعامل معها كمان آه، دي أخبار رائعة فنتروي. جدا لأن يا. هناك الكثير طبعا من التخوفات ولكن يعني ده معناه أنه كل حاجة معمول حسابها مع التطور بيبص لكل حسيات الموضوع من كل الجوانب فده حتى يطمن طبع. أي مريض طبع. إن هو ياخد خطوات ناحية العلاج مزهور. أو إن أدى الأمر ناحية م. زرع الكبد إذا كان يعني الاحتياج وصل لكده دون أي تخوف لأن الطب الحديث بيقول بيرعى كل جوانب هذه الأمور وتبقى الوقاية اللي هي خير من العلاج دكتور الحقيقة الوقاية في حاجتين في حاجة احنا نقدر نعملها وفي برضو يمكن خبر صار لأحبائنا المشاهدين أنه في يعني خطوات سريعة على إنتاج لقاح تطعمات. أو, مصر. أو مصر. Yeah. في نوعين من المصر اتكلم عنهم لكن الوقايه اقول بالنسبه للوقايه الحاجات اللي احنا اللي احنا قلنا عليها السلوكيات اللي نعم. بتعرض الشخص انه يصاب بهذا الفيروس لو كل واحد واعي لهذه الامور نعم. ويعني يتحاشاها بكل تاكيد هيجي له منين الفيروس الفيروس ده مش في الهواء مش حاجه بنشمها نعم. بن مش بالسهوله دي لا لا نعم. فلا دي حاجه نقدر نعملها حتى على الفرض انه الشخص اصيب برضه بهذا الفيروس ففي حاجات انه يحاول انه يحافظ على الكبد الموجود اطول مده ممكنه بان انه يمتنع عن الحاجات اللي ممكن بتاذي الكبد وتعمل دامج في الكبد دلوقتي نتكلم على كلمه يمكن اخيره على اللقاح او التطعيم او المصل في ابحاث النهارده متطوره ويعني ماشيه بخطوات سريعه لانتاج نوعين من الامصال في نوع من الامصال بنوع المصل البدائي اللي ياخده الشخص السليم الشخص السليم عشان لا يصاب بالفيروس حتى لو تعرض ليه لان هو عنده تكونت اجسام مناعيه مضاده في جسمه زي ما بنعمل مع فيروس بي وفيروس ايه بحيث انه لو تعرض مش هيصاب بالفيروس ده نوع ماشي هو يعني في خلال يمكن سنوات قليله هنبتدي نسمع عنه. <applause> النوع الثاني للمرضى المصابين، شخص اكتشفنا انه عنده الفيروس موجود في مصل النهارده برضو جاري الابحاث عليه، نرجو انه يكون يعني متاح قريب بحيث انه يوقف التدهور او يوقف الفيروس من انه يحطم الكبد وده مصل مش علاج yeah. يعني مصل يعني ايه يعني مش هياخد علاج لكن حقنتين وخلاص على كده انتهى yeah. mm -hmm. اعتقد انه دول يمكن في خلال يمكن نقدر اقول سنوات بسيطه اذا الرب تانى في مجيئه هنقدر نسمع او نشوف عن الامصال او اللقاحات اللي تقي الناس من الاصابه او من فقدان وظائف الكبد امين يا دكتور هناك الكثير من الحديث في التشخيص والفحص ولكن الحديث في العلاجات ولكن ايضا الحديث في التطعيمات وبعض الامور اللي هي ممكن تقي من العدوى او انتقال المرض او الاصابه بفيروس سي وتبقى كلمه الله العلاج الواقي الحامي أه. احب ارى جزء بس هو في ال هو الحقيقه انا بصيت على ال الكبد جه جه فين في الكتاب المقدس؟ يمكن بعضنا يعني بيعلمونا كلمه الله. هو الكبد جه في الحياه في كذا مره، موقع في الكتاب جه مرتين يقول لنا كبد الشمس. في مره في سفر يشوع وال والمره الثانيه على ما اذكر. اشوف ال المره الثانيه كانت في سفر التثنيه والمرتين بيكلمنا على كبد الشمس يقول لنا كبد الشمس يعني 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 اهم جزء فعال في الشمس وده بيشير الى وظيفه الكبد أنه هو يعني الجزء الاكثر فعاليه في في الشمس لكن جت في الاماكن الثانيه الحياه على مشاعر الانسان و وانه ده الجزء الغالي اللي بيعبر عن الكيان الداخلي كل الانسان هذا جزء بس في سفر الـ الامثال اصحاح سبعه يمكن وفي تلات اربع اجزاء في جات فيهم الكلام عن الكبد بس اقول اقرا الجزء ده من امثال سبعه لانه يعني الحقيقه جزء رائع يمكن يشير للي احنا اتكلمنا عليه في امثال سبعه وده بيتكلمنا عن واحد بيحذر ابنه من السلوك البطال مه. عارفين سفر الامثال يبتدي يقول يا ابني احفظ كلامي واسخر وصاياي وشريعتي تحفظ لتحفظك من المراه الاجنبيه من الغريبه المالقه بكلامها ويتكلموا عن ازاي انه في شهوات بتجذب الانسان وده اشاره للخطايا وخاصه الخطايا اللي بتش اللي بتصيب الانسان بالفيروسات اللي احنا بنتكلم عنها دي قلنا وال والانغماس في ممارسات جنسيه خارج الشيء المقدس اللي الرب عمله فينزل يتكلم يتكلم بعد كده يقول لنا النتائج بقى المريره اللي, اللي بيحصدها شخص ما سمعش الكلام وتحذر من الخطيه او من الانغماس في الشر يقول لنا بعد كده في عدد 21 أغوته الخطية والشر والشهوة بكثرة فنونها بملس شفتيها طوحته ذهب وراءها لوقته كثور يذهب إلى الذبح وكالغبي إلى قيد القصاص يا مناس ناس ماشية في التيارات دي لغاية النهارده حتى يشق سهم كبده حتى يشق سهم كبده <applause> كطير يسرع الى الفخ ولا يدري انه لنفسه الخطيه خطيه جدا <applause> شفنا اعراضها من على الجسم لكن الانسان المتهاون في وصايا الله واللي ماشي في طريق الخطيه والشر والاسم مش بس بيفقد وظائف الكبد لكن بيخسر حياته الابديه يا ريت الرب يعني يوصل رساله من خلال الكلام ده لكل شخص مازال متهاون ومش مش لا يعطي انتباه لكلمة تحذيرات كلمة الله النتيجة وخيمة العواقب وخيمة هنا على الجسم وأيضاً على الحياة الروحية وإلى الأبد أرجو أن يكون الحبان اللي سمعونا أو اللي شافونا النهاردة يكون في فعلاً بلسان وباب للامل والرجاء قدامهم يكون مشجع انه ازاي فعلا نرفع عينينا للاله العظيم اللي هو وراء تطورات كل العلاجات والحاجات الرائعه اللي سمعنا عنها امين يا دكتور شكرا جدا جدا لكل تعليم كان بتعليم فعلا سردت قدامنا لكن كمان من اجل المشاركه الروحيه بنصلي شكراً. ربي يستخدمك في كل مكان توجد فيه شكرا لحضرتك احبائي شكرا جدا لحسن متابعتكم فعلا وما زال الطب يعد بالكثير ولكن صلاتي ان يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم ويشفيكم والى لقاء قريب ومعا نحو عالم افضل